إذن بسم الله، من جديد اليوم يعتبر الجلسة الثالثة فيما يخص تدريب المتابعة والتقييم والمساءلة والتعلم وإعداد التقارير. طبعا احنا في هذا التدريب بنركز خلال 10 ساعات على المفاهيم أو النقاط الرئيسية التي يحتاج إليها كل من يعمل في المتابعة والتقييم وكل ما يحتاج إليها أو مدير المشروع. فمثل ما ذكرت أول يوم، هذا التدريب هو مصمم للمتابعة والتقييم من وجهة نظر مدير المشروع، وأيضا يناسب أي حد حتى يكون مبتدئ في المتابعة والتقييم يقدر يحصل على المفاهيم الرئيسية التي تساعده في فهم الصورة العامة للمتابعة والتقييم. اليوم سنركز على إعداد التقارير. بنتكلم على أهم نقاط لازم تظهر في مختلف التقارير. إن شاء الله يعني ألاقي منكم أسئلة، أكيد كلكم اشتغلتوا تقارير من قبل وعشتوا تجارب مميزة، إنما بإذن الله يكون في أي نوع من الإضافات التي تحسن من أدائكم أو عملكم. طيب، بعمل مشاركة للسلايدات وبنبدأ نستعرض المادة نتكلم عليها ونتناقش فيها، وبعدها ممكن نتكلم على مثلا كيف ممكن نستخدم أدوات التكنولوجيا حاليا في المتابعة والتقييم. وبعطيكم كمثال بورتال 365 على السريع لمن يعني يحب أن يطلع. في نفس الوقت ممكن نتكلم على أدوات أخرى، يعني ممكن تقترحوا يعني مثلا المنظمات الدولية أو منظمات محلية أخرى. كثير جهات نجحت في استخدام التكنولوجيا لتطوير أدائهم في المتابعة والتقييم. يعني التكنولوجيا تعتبر من أهم الأشياء التي تخدم الناس في المتابعة والتقييم. طيب، إذن إعداد التقارير. نحاول هذا بس كيف نخفي هذا الشيء. تمام. عادة في شغلنا في إعداد التقارير بنقدر دائما إن احنا نضمن قيامنا بتوثيق كل ما يتعلق بتنفيذ المشروع، خصوصا عندما نبدا دائما بحاجه اسمها متابعه، الفولو اب المونيتورنج. بنحتاج دائما ان احنا نركز على حاجه اسمها متابعه الانجاز الشهري. المونثلي تراكنج من اهم الاشياء، اكيد سمعتوا بها، حاجه اسمها مونثلي تراكنج او تتبع الانجاز الشهري، متابعه الانجاز الشهري مهم جدا. كلما استطاع مسؤول المتابعه والتقييم ومدير المشروع الحفاظ على يعني الحصول على كل المعلومات بشكل شهري وتوثيقها ومراجعتها والتأكد من نسبة الإنجاز مقارنة بالأهداف، هذا الشيء يخلي المشروع يمشي بطريقة مناسبة وجيدة، وأيضا يسهل في تسريع العمل. فمبدئيا خلونا نتفق أنه مسؤول المتابعة والتقييم من أهم المهام الأساسية له شهريا أن يعمل مراجعة لخطة أنشطة المشروع بشكل شهري. مراجعة للخطة، مقارنة ما هي الأنشطة اللي تمت، ما هي التي في مرحلة الإنجاز، ما هي التي لم تتم، وإذا كان لازم تتم في نفس الشهر ما الذي حصل. لازم يعمل شرح وتوضيح بالأسباب التي أدت إلى عدم تنفيذ هذه الأنشطة في هذا الشهر. فمراجعة الخطة مهمة بشكل شهري، إعداد تتبع للأنشطة وتتبع المؤشرات وتتبع الإنفاق. لاحظوا أن احنا بنضطر نشتغل على 3 أشياء: فكرة التتبع أو المتابعة الإنجاز، فعلياً إحنا بنضطر نركز على 3 أشياء، وخلونا نتفق من جديد كمان إن إحنا نتكلم على 4 أشياء. فأنا ممكن أضيف لكم إن إحنا نتكلم على تتبع الأنشطة، تتبع المؤشرات، تتبع الإنفاق، والشيء الرابع بيكون تتبع المخاطر. إن إحنا بيكون عندنا تحليل مخاطر، كيف ممكن إن إحنا نعمل لها تتبع ونتأكد من وجود هذا، يعني معرفة هل حصلت أي حاجة من المخاطر التي توقعناها، كيف تعاملنا معها، هل قدرنا أن احنا نعمل لها تجنب أو اضطرينا أن احنا نتقبل هذه المخاطر، هل جنبنا فريقنا أي مخاطر، وهكذا. إعداد التقرير الشهري للمشروع،
بعد أن نكون عملنا كل التتبعات المطلوبة، نبدأ نجهز التقرير الشهري ونعمل اجتماعات شهرية لمراجعة الإنجاز بالاعتماد على تتبع الأنشطة وتتبع الإنفاق. طبعا خلوني بس أتأكد من أن السلايدات ماشية بالترتيب. خلوني بس أوكي. لأنه على شكل بي دي اف فبيعمل ركة أحيانا. أوكي إذا تمام، إحنا ماشيين تمام. أوكي طيب، نعود إلى نفس النقطة. بعد أن تأكدت أنه الترتيب ماشي صح في السلايدات. تمام. إذا قلنا مراجعة خطة، تتبع أنشطة، مؤشرات، إنفاق، مخاطر. وقتها فقط نستطيع أن نجهز التقرير الشهري للمشروع، وبعدها نطلب اجتماع شهري للمشروع. إذا عملنا اجتماعات شهرية للمشاريع بدون ما نكون عند جاهزين بتتبع الأنشطة، تتبع المؤشرات، تتبع الإنفاق والمخاطر، معناها إحنا بنجتمع على الفاضي. ما بتكونش عندنا أي صورة واضحة لماذا أنجزنا أو ماذا تبقى، وفي نفس الوقت ما لا نستطيع اتخاذ قرارات حقيقية تؤثر على تحسين أداء المشروع أو تحسين جودة تنفيذ الأنشطة. هذه التعامل مع الملف البي دي اف أصعب. أوكي طيب، إحنا تكلمنا إن معنا أربعة تتبعات: تتبع أنشطة، تتبع مؤشرات، وإنفاق ومخاطر. لازم نحاول نتعلم كيف نعمل تتبع لهذه الأشياء كلها باستخدام الطريقة البسيطة، مثلا في الأكسل أو في المستندات العادية. وممكن نتعلم كيف نعمل هذا النوع من التتبع باستخدام تكنولوجيا. نلاحظ هنا مثلا تتبع الأنشطة الشهري بشكل شهري، monthly tracking، monthly activity tracking. كل نشاط يكون معنا لازم ان احنا نحدد فيه كل شهر انه هل تم، فباللغة الإنجليزية نقول done، النشاط تم، او يكون جاري التنفيذ، خلاص بدأنا ننفذه لكن لم نستطع الانتهاء من تنفيذه، ممكن يكون نشاط فترة طويلة، أو أنه نفس الشيء ميزانيتها لم تكتمل، باقي أجزاء منها لازم لم تصرف بعد، وهكذا يعني. نحن نقدر نعتبر مبدئياً أي نشاط نفذنا، حتى لو نفذناه فعلياً في الميدان لكن لم نستطع توفير التقرير الخاص به، معناه أنه النشاط ما زال open، يعني إحنا نقدر نعتبر النشاط مفتوح، ما زال مش جاهز، ما نقدرش نقول أنه خلاص closed، تم إكفاء النشاط، تم الإعداد التقرير، هذا النشاط نقدر نثبت لأي حد بكل من المستندات المطلوبة أننا نفذناه، فبنسميه جاري التنفيذ باللغة الإنجليزية in progress. رقم ثلاثة بنختار أنه ليس بعد، أنه not yet، لم يتم. إذا كان not yet معناه أنه حاجتين، إما يكون متأخر يعني كان مفروض يتم هذا الشهر لكن لظروف معينة لم ينجز، أو قد يكون أصلا هو في الأشهر القادمة. فإحنا نقول تم جاري التنفيذ، ليس بعد، done, in progress, not yet. هذا الشيء لازم يتم لكل نشاط، مش بس لكل نشاط رئيسي ظهر في المقترح، ولكن لكل نشاط ظهر في خطة عمل المشروع، لكل نشاط تفصيلي وضعناه في خطة عمل المشروع. هذا الجزء الأول من شغل المتابعة. نجي الآن للجزء الثاني. أوكي. الجزء الثاني بيكون تتبع المؤشرات. مش عارف هل بتظهر عندكم الشاشة بالعنوان أو بتتغطى. أيوة الآن تمام. طيب تتبع لا واضحة. تمام إذا. تتبع المؤشرات الشهري بيكون عادة التصور العام هكذا، يعني تتبع المؤشرات بشكل شهري
نفترض انه كل مؤشر معنا بيكون في موزع حقها التارجت اللي هو المخطط، احنا نسميه التارجت، كم رجال نساء اولاد بنات. طبعا انا حطيت هذه الارقام فقط افتراضيه من اجل سهوله التوضيح. فعاده لازم ان احنا ناخذ خطه المتابعه والتقييم ونبدا نعمل لها مراجعه، نعمل لها تتبع بشكل شهري، كم كنا عاملين في الخطه تبعنا بحسب المقترح اللي هو خطه المتابعه والتقييم، وبعدها الاكشوال او الفعلي. فمثلا يكون الشهر الاول وصلنا الى 150 150 900 900 افتراضا، او ممكن حتى بعد شهرين بعد ثلاثه نصف المشروع وهكذا. وبعدها بتظهر معنا حاجه اسمها البرسنتج اتشيفد، خلاص يعني انه مثلا هذا انجزنا 10% فقط من المخطط او من التارجت، 10% 60% 60%. لازم يتم تحديث البيانات بشكل شهري. في حالة وجود معلومة لماذا ما فيش مستفيدين هذا الشهر بينما كان المفروض يكون في مستفيدين، نعمل نوتس أو ملاحظات أو توضيحات. فهذه فقط تصور بسيط لتتبع المؤشرات الشهري، كما كان التارجت لازم نعمل كما الأكشوال ونسبة الإنجاز. نجي للجزء الثالث من التتبع، حاجة اسمها تتبع الإنفاق. في تتبع الإنفاق لازم احنا نفس الشيء، كل بند ظهر في الميزانيه، كل بادجت ايتم او بند في الميزانيه نعمل له مونثلي سبندنج تراكنج. السبندنج تراكنج للاسف معظم، يعني اقدر اجزم انه اكثر من 95 الى 99 منظمه محليه، يعني ناشونال ان جي او مش انترناشونال ان جي او، على الاغلب ما بيعملوش حاجه اسمها مونثلي سبندنج تراكنج، او بيعملوه بطريقه يعني ممكن يتاجل توقيته. فعيب السبندنج تراكنج يعني لازم يكون فيري تايم سبيسيفيك. يعني مثلا في المنظمات الدوليه اللي هم شغالين بطريقه احترافيه، لازم كل يوم 10 بالشهر يكون المدير المالي استطاع انه يعمل لنا فيدباك عن الشهر السابق. يعني مثلا اليوم احنا 4 ابريل، في 4 ابريل ما بيقدرش يوفر لنا تقرير تتبع الانفاق، يعني ما بيقدرش يعطينا تقرير مالي لشهر مارس وخلاصه لما تم انفاقه في الشهور الكامله الى نهايه مارس. فما بيقدروش، ليش؟ لانه ياخذوا 10 ايام حتى يقوموا يعني بمراجعه المستندات والاخلاءات والفواتير وتقييد الانفاق في النظام المالي، الى ان يستطيع بالكاد، يعني خلونا نتفق وهذا المتعارف عليه في المنظمات الدوليه، يوم 10 من الشهر التالي، يعني خلونا نقول 10 ابريل، مفروض التقرير المالي ومستوى انفاق المشروع سواء في شهر مارس او منذ بدايه المشروع الانفاق التراكمي يكون متوفر. وهذا الشيء لازم يتم في كل منظمه، انما بيحصل نوع من التقصير للاسف. يعني ممكن المنظمات تعملها بس ما بتلتزمش، مثلا يوم 10 ابريل لازم ننجزها. يعني فهذا بيؤثر فعليا في صناعه القرار. ما بيقدرش احيانا فجاه يكتشف مدير المشروع، يعني فجاه يكتشف انه يعني المشروع لمده سنتين، ضيع سنه ونص، باقي 6 اشهر وهو لم ينفق الا نصف ميزانيه المشروع او اقل. معناها في 6 اشهر اكيد ما بيقدرش يصرف بقيه الميزانيه. تحصل دربكه كبيره، وهذا يؤدي الى صعوبه تحقيق المخرجات والنتائج كما هي مخطط لها. فبنتفق انه في السبندنج تراكنج كلما استطاعت اي منظمه تعمل سبندنج تراكنج او تتبع للانفاق بشكل شهري وفي زمن محدد، نفترض يوم 10 في الشهر التالي، معناها انها منظمه محترفه، وانا اقدر يعني اقدر يعني اعتبرهم منظمات يعني انهم منظمين جدا، مش منظمه بس، انهم يعتبروا فيري اورجنايزد وشغالين بروفيشنال يعني بشكل احترافي. لماذا لازم يسلم التقرير يوم 10 في الشهر؟ لانه دائما المنظمات الدوليه او المنظمات المحترفه الاجتماع الشهري ما بيكونش نهايه الشهر. المفروض ان احنا نعطي 10 ايام للأوفيسرز اللي هم مسؤولين المشروع، لمدير المشروع والمسؤولية المتابعة والتقييم وللمحاسب أو الفاينانس أوفيسر أو المسؤول المالي والمدير المالي،
يجهزوا لنا تتبع الأنشطة وتتبع الإنفاق وتتبع المؤشرات، ويراجعوا لنا تتبع المخاطر. بعدها نجتمع ونراجع مع بعض، نعمل الاجتماع الشهري. فعادة الاجتماع الشهري يكون يوم 12 في الشهر التالي. المفروض مثلا يوم 12 أبريل يكون اجتماع لمراجعة ما تم إنجازه في شهر مارس. وإذا تأخرنا ممكن نعمل الاجتماع يوم 15 أبريل، فممكن نتأخر أسبوعين من أجل نقاش ما أنجزنا في الشهر اللي قبل. بس لما نجتمع مفروض كل هذه البيانات موجودة، نعرف تماما أين نحن، نقدر نتخذ قرار كيف نسرع، كيف نعدل، كيف نتلافى أي قصور، كيف ممكن نتواصل مع المانح في حالة احتياجنا أن احنا نطلب منه دفعات مالية أو أي حاجة تتعلق بالمشروع. عموما تتبع الإنفاق الشهري، المدير أي مدير مالي وأي محاسب في أي مشروع إذا استطاع أنه يعمل لنا spending tracking في أول 10 أيام من الشهر التالي، معناه أنه محاسب يشتغل بطريقة صحيحة ومجتهد، وهذا هو المفروض يعني. فعادة مثلا يكون عندنا ميزانية معتمدة مثلا اللي هي موجودة في ميزانية المشروع الموقعة مع المانح. نفترض أنه عندنا بند في 126 ألف دولار، بند واحد في الميزانية، مثلا شراء أدوية، أو مثلا بناء نفترض مدارس جديدة، أو أي ما أش يعني قد يكون هذه مثلا بند خاص بحملات توعية وهكذا بحسب المشروع. فما هذا الميزانية المعتمدة لازم كل شهر يعملوا لنا الأكشوال، يعني كم يعني ما تم إنفاقه حتى الآن، الإنفاق الفعلي نسميه الأكشوال، إنفاق فعلي. فما تم إنفاقه خلال الشهر الماضي والتراكمي منذ بداية المشروع. بعدها يكون عنا المتبقي، خلاص هذا الذي ما زالت في بند الميزانية ولازم يتم إنفاقها في الزمن المطلوب وبطريقة منتظمة. في حالة إن احنا وجدنا بنود، يعني مثلا نكون وضعنا 126 ألف دولار ميزانية حملات توعية في 10 محافظات نفترض، بس فعليا نفذنا كل حملات التوعية ووصلنا لعدد المستفيدين اللي احنا خططنا لهم، ونرى اننا لا نحتاج لاضافه انشطه اضافيه في مجال التوعيه. فبس للاسف مثلا نكون مثلا انفقنا فقط هذا المبلغ وتبقى عند، او ممكن يكون انفقنا 100 ألف تبقت عندنا 126 ألف نفترض. ال 26 ألف معناها انها عباره عن ميزانيه زائده لن نصرفها ولازم نتعامل معها. ما نقدرش نصرفها في اي بنود اخرى إلا في إطار العشرة 15% نقدر نزيحها في بحسب اتفاقية المانح. لازم وقتها نعمل حاجة تواصل مع المانح، ونكون راجعنا كل البنود التي توفرت فيها ميزانية، نطلب من المانح حاجة يسموها اختصارا NCE أو Non Cost Extension، أو تمديد بدون كلفة إضافية. فالميزانية المتبقية فعليا من كل البنود نطلب من المانح حاجة نسميها ريبروجرامينج، يعني إعادة برمجة أو إعادة تخطيط. فنقوم بتوزيع هذه الميزانية على البنود التي نجد أنها فيها نواقص، أو ممكن يتم إضافة أنشطة تكون ضرورية وجدناها أنها لازم نعمل لها إضافة. ودائما المانح يوافق على تمديد الاتفاقيات بشرط أن يكون هذا الكلام قبل انتهاء المشروع على الأقل بشهر. يفضل أن نطلب من المانح عمل اتفاقية تمديد أو تعديل في الميزانية مبكر، كل ما كنا مبكرين كان أفضل، مثلا قبل انتهاء المشروع ب4 أشهر 6 أشهر كان أفضل، لأن هذا يؤدي إلى أن احنا يكون معنا وقت للأخذ والرد مع المانح حتى نتفق الطرفين ونوقع ملحق جديد بالاتفاقية. يعني كان اتفاقية إضافية تكون جزء لا يتجزأ من اتفاقية المشروع، يتم الاعتماد عليها وعلى البنود المعدلة فيها لعمل التراكينج القادم أو التتبع القادم للإنفاق، ولازم ننفق في إطارها من بعد أن يتم اعتمادها. فمهم جدا جدا هذا الشيء كمدراء مشاريع نكون عارفين نعمله في الوقت المطلوب. وأيضا محاسبين المشروع لازم يساعدونا ان احنا نعمل تتبع للانفاق الشهري، وممكن نطلب من مسؤولين المتابعه والتقييم بما انه تتبع او فولو اب شهري انه يستمر يتابع المحاسب والمدير المالي لتوفير السبندنج تراكينج.
أي سؤال حتى الآن؟ طيب طبعا احنا بندخل في حاجه اسمها التقارير الشهريه، بعد ما جهزنا لكم جهزنا فعليا كل هذه الاشياء. طبعا في معنا حاجه اسمها سبندنج عفوا اللي هو تتبع المخاطر. نعمل لكم على شكل تطبيق عملي. بنعمل مثلا مع بعض طريقه عمل خطه المخاطر وكيف ممكن نحولها الى تتبع ونعمل لها تتبع ونتاكد ان ماذا يعني كيف ممكن نعمل ريسك تراكنج تتبع للمخاطر وتكون جزء من التقرير الشهري. فاحنا مثلا في التقرير الشهري مبدئيا انا اذا انا مدير مشروع او مدير منظمه او حتى كمان ماذا اريد منك منك في يعني كمحتوى في التقرير الشهري. التقرير الشهري او حتى تقرير نصف المشروع او حتى تقرير نهايه المشروع. هذه الاشياء اللي يحتاجها منك تعطيني طبعا غير ان احنا نكتب المعلومات الاساسيه اسم المشروع رقم تاريخ البدء والانتهاء، لكن خلاص انا احتاج خلاصه لتتبع للانشطه ونسبه الانجاز. قل لي ما هي الانشطه التي تمت ولم تتم او ما زالت في اطار التنفيذ، كم نسبه الانجاز في كل نشاط، كم نسبه الانجاز بشكل عام، هذا اللي يحتاجه. نفس الشيء خلاصه تتبع المؤشرات، كم معنا مستفيدين خططنا لهم، كم وصلنا هذا الشهر، كم تراكمي في الاشهر الماضيه مع هذا الشهر، كم تبقى اذا بتطمن انه فعليا المشروع يحقق اهدافه. بعدين نتكلم على تتبع الانفاق. بنفس الطريقه لازم تعطيني خلاصه كم انفقت هذا الشهر، كم انفقت من بدايه المشروع بشكل تراكمي، كم تبقت من الميزانيه، هل ما زال عندنا مجال نصرف الميزانيه كلها الى نهايه المشروع، كمان لو عندنا المخاطر وكيف تم التعامل معها، ايش كانت المخاطر، كيف تعاملنا معها، هل المشروع يعني هل البيئة مناسبة لاستمرار تنفيذ المشروع بدون مخاطر ممكن تؤدي إلى إيقافه؟ هذه الأشياء اللي يحتاجها. مثلاً المخاطر هي الصعوبات، هل في صعوبات تواجهوها؟ هل في دروس مستفادة؟ أنا ممكن أطلب منك دروس مستفادة، بس ما هيش الشيء الرئيسي اللي يحتاجها كل شهر. كل شهر من أجل اتخذ قرار في تسريع الإنفاق أو في تعديل الميزانية مع المانع أو في تضبيط الإجراءات من أجل الوصول للمستفيدين الصح المخطط لهم بالعدد المطلوب، وأيضاً لتنفيذ الأنشطة أحتاج هذه التفاصيل. أي تقرير شهري لا يحتوي على هذه التفاصيل يعتبر تقرير ما منه فائدة. بشوف إذا عندكم أسئلة في الشات. يسلموا ياسمين، يسلموا شيلان، إسراء، تمام ممتاز. طيب اذا اتفقنا احنا بعد ما تكلمنا على الاكتيفيتي تراكنج سبندنج تراكنج وانديكيتورز تراكنج بنقدر فعليا مع الريسك تراكنج بنقدر فعليا نطلع تقرير المشروع او تقرير الشهر. احنا نقدر حتى نسميها البروجريس ريبورت تقرير الانجاز بشكل عام يعني سواء شهري او غيره. طيب عندي سؤال، من منكم يكتب تقارير شهرية بهذه الطريقة؟ أو يعني اشتغل على تتبع الأنشطة وجهزها بالطريقة هذه؟ أي حد يعني عنده يعني جرب عمل تتبع للأنشطة وعمل تقارير بهذه الطريقة؟ تفضل اي باشمهندس نعم نعم دكتور ايوه نعم دكتور ايوه تفضل يعني اشتغلت بهذه الطريقه. اي نعم اشتغل تقريبا نفس هذه الطريقه. التقارير السرديه الفصليه لمده 3 اشهر ويا كورد 8. ممتاز. نعم يعني بتضطروا تعملوا تتبع للانشطه تتبع الى عندنا تقرير شهري بس ما نزل الكورد 8 لان ما طالبي، هذا داخلي بالمنظمه نتبع المؤشرات يعني هل نفذ المشروع، عدد المستفيدين كان مطابق للمؤشرات، كلها نتبعها احنا. ممتاز ممتاز والله هذا الشيء محفز. يسلموا بس ما نرسل الكورد 8 يبقى داخلي يمنا.
اوكي، بس اوكي اذا معه على مود، على مبلغ مود معين تشتغلوا عليه، او اوكي على الاقل يعني، التقرير الداخلي يساعدكم في تجهيز التقرير المطلوب منكم، يعني من اي مانع. يعني يوم من الايام فجاه يعني خابرتنا المنسقه مال كورد ايد، قالت هسه اريد الاعداد يعني مالت القدمه ايوه المفيدين. ما ايوه تاخرنا يعني نص ساعه، ما تاخرنا عن الجواب. ممتاز ممتاز اي ممتاز، فهاي فادتنا كلش يعني. يسلموا يسلموا باشمهندس. انزين غوليستان، مرحبا أستاذ. إحنا همينا بتقارير المنظمة نعتمد على هاي الخمسة نقاط، وبس التقارير خاصة بكورديت هو دايما يكون على تمبليت كورديت ده نشتغل، وحسب تعتمد بعض التقارير على الدونر يعني شنو نماذج. أما تقارير داخلية داخل المنظمة هم نسوي بهاي الشكل تقارير شهرية. ممتاز جدا. هو طبعا اقصدنا اذا جهزنا هذه الاشياء ما فيش حاجه تفاجئنا مهما كانت نماذج المانع، صح؟ يعني المفروض انه خلاص هي نفس المعلومات، شويه اعاده صياغات او ترتيب للارقام بطريقه مختلفه. صح أستاذ، يعني هو إذا كان بشكل عام هاي 5 نقاط موجودة تقدر تشتغل على يا تمبليت ويا يا دونر. اذا ممتاز، يسلم يسلم كلستان. رحاب، نعم أستاذ عادل. حتى إحنا بالـ NIHR نشتغل على هيك نماذج، اسم المشروع رقمه وتاريخ البدء والانتهاء، هذا يبقى بكل تقرير عندنا. خلاصة تتبع الأنشطة ونسبة الإنجاز بالنسبة لكل نشاط إحنا وين وصلنا به، تتبع المؤشرات ونسبة المستفيدين. بس عندنا تتبع نسبة الإنفاق، هذا الشيء جديد علينا، كان ويا الكورديد حاليا موجود. قبل كنا نعتمد على التقارير المالية، بالتقرير السردي هذا الشيء كان موجود، أنا أحكي بصراحة. بس من هاي تعلمنا هاي الفقرة أن نضيفها، نسبة الإنفاق بالتقرير السردي أيضا ندرجها ونضمنها، فكلها مشتغلين عليها سابقا. ممتاز جدا. طيب كمان يسلموا رحاب، كمان عندنا تعليق من إيمان وزهرة يعني، والكل يعني في يعلق على السبندنج تراكنج، لأنه فعليا هذا هو الوجع. هذا الوجع، لأنه أنا عانيت كثير يعني من الموضوع هذا، لأنه دائما الإدارة المالية تطلب وقت أكثر، والمشكلة كلما طلبت وقت أكثر كلما يعني ما بنقدرش نعمل اجتماعات شهرية مفيدة، لأنه خلاص احنا قررنا الاجتماع مثلا يوم 13 بالشهر. طيب ايش الفائدة اذا اجتمعنا وما عندناش اي تفاصيل مالية لماذا انفقناه؟ بتكون اجتماع يوزلس يعني، هكذا غير مفيد. فعادة تخيلوا نعمل اجتماع شهري وما فيش عندنا نسبة المستفيدين الذي وصلنا لهم، وايضا ما فيش عندنا مثلا عن الانفاق، يعتبر كلام فاضي الاجتماع الشهري. فجميل جدا انكم ذكرتوا هذا الموضوع. وكمان علي تحدث عن نفس النقطه، علي كريم. ففعليا مواضيع سبندنج تراكنج كلنا نعاني منها للاسف يعني، بشكل عام كل المنظمات. طيب هل جربتوا من قبل تعملوا تطوير لخطه اداره المخاطر مثلا؟ خطة مخاطر دكتور، احنا مشتغلين في معاك معين مثلا؟ نعم دكتور، ماذا اسمع؟ معاكم نموذج محدد مثلا لخطة اعداد، مثلا اعداد او خلونا نقول الريسك بلاننج، يعني خطة تتبع المخاطر؟ احنا مسويين خطة عامة يعني، خطة عامة مسويين حددين مخاطر الاكثر خطوره والاقل خطوره، هيك يعني تشتغلين. اوكي، مسوين كماتريكس، شلون الماتريكس يعني. اذا تمام ممتاز. طيب سجا، مرحبا استاذ. بالنسبه ان بالضبط تعرف حضرتك يعني احنا بدايه كل مشروع يعني دي نكتب من مرحله الكتابه، هو راح تكون بانه المخاطر المتوقعه
اللي ممكن راح يصير عند تنفيذ المشروع. بس أكيد أكو أشياء يعني خاصة إحنا خلينا نقول بالبلدان اللي هي دائما يصير بها ممكن مشاكل غير متوقعة والعلاقة مع أهم هاي البلدان. بس في حالة إنه صار مثلا أي شغلة غير متوقعة أكيد إحنا لازم كفريق عمل نقعد مثلا يعني نتكلم بالموضوع نشوف شنو هي الخطر، إذا هو كان ممكن شلون قال الأستاذ إنه هو خطر ممكن يعني حجم ما الضرر ما تكون كبيرة علينا أو متوسط أو قصير أو صغير العفو، من خلال إحنا نقدر نوقف مشروع، نوقف نشاط، أو ممكن نغير أصلاً طبيعة النشاط. وهذا الصراحة إحنا هسه صارت ويانا إنه هو نشاط معين إحنا قدرنا نلغي، يعني قدرنا نلغي بالتعاون طبعاً والكورد أيد. ليش؟ لأن حسينا أصلاً هو هذا النشاط مجرد تنفيذه إنه هو ممكن راح يكون خطر على المنظمة أو مثلاً نوصل لهذا المكان. بالضبط، كل ذلك متوقعة. صحيح صحيح. إذن ممتاز جدا، كلما اشتغلنا على موضوع مخاطر كلما يعني على الأقل تلافينا، يعني عملنا حماية لنا وللكادر وللناس، يعني لأنه أحيانا حتى المستفيدين بيتضرروا. بدأ يعني عندنا مبدأ في اللي هو دونو هارم، يعني ممكن نأذي المستفيدين بدل ما نفيدهم إذا ما لم نراقب أو نعمل تحليل مخاطر بشكل كافي. الشهد ممكن هاي الريز هاند قديمة، بس لأن أنا يعني نفس كلام زميلتي مثل ما قالت إنه نحن بداية المشروع بالبروبوزل نحن نسوي إدارة المخاطر، بس لما أكيد نحن لما نجي على الواقع، الواقع يختلف. صحيح. يختلف بالتنفيذ، بس نحن يعني حاليا لما نحن ننفذ مثلا عندنا نشاط، عندنا ورشة، نحن أردي لما راح نجي نسوي الورشة نحن دائما نخلي خطة أيو خطابين. نحن في حال لأنه الوضع بالعراق كلش متغير، يعني يوم منعت تجول، يوم كذا صار، فنحن دائما نخلي خطة أيو خطابي. حتى لما نحن نحجز قاعة، نحن نحجز نخلي ببالنا أنه نحن إذا صار شيء راح نروح على غير مكان. يا والله حاجات هي حاجة تزعل بصراحة، كمية الجهد اللي يبذلها كل شخص منا يعني في بلداننا مش سهلة تنفيذ المشاريع صراحة. تمام، شكرا. يسلموا يسلموا، شكرا جزيلا. أوكي طيب تمام. في عندي سؤال، يعني مثلا لما تكون المنظمة عندها مشاريع كثيرة، فممكن يكون أو مثلا مسؤول متابعة التقييم يبدأ يلخبط بين المشاريع، ممكن يبدأ تقصير في بعض المشاريع، لأنه أحيانا قد يكون مسؤول عن 3 مشاريع أو 4 مشاريع وهو شخص واحد. كمان مدراء المشاريع أو مدراء المنظمات أحيانا يطلب منا مانح معلومة بسيطة لها علاقة بعدد المستفيدين وما بيقدرش يوصل لها بشكل سريع. ممكن إذا لم يقوموا بعمل تتبع المؤشرات ومعرفة نسبة الإنجاز للمستفيدين، ممكن فجأة يكتشفوا أنه مش جاهزين يعني. فبتكون يعني الموضوع عبارة عن ورطة كبيرة لمدير المشروع وإحراج أنه مش قادر يحصل على المعلومة. أيضا إحنا في مرحلة، لو نلاحظ إحنا في مرحلة صارت الريموت مانجمنت موجودة، يعني مش زي زمان كنا دائما إذا إحنا نشتغل في شركة معينة أو منظمة معينة فإحنا نتوقع أن الكل موجود في نفس المكان، بينما صرنا في مرحلة الخلاص ممكن يكونوا ناس موزعين على العالم كامل، بيكونوا عبارة عن قيادة للمنظمة وبيضطروا يديروا الأنشطة ويحشدوا تمويل ويستمروا ينفذوا في الميدان، بس بيكونوا مش عارفين التفاصيل في التنفيذ وعندهم نوع من القلق. فبتيجي حاجة اسمها التكنولوجيا في هذا الحال، أنه إحنا كلنا كمنظمات صار من المهم جدا أن إحنا نعرف التكنولوجيا المتوفرة ونبحث، يعني ما مش شرط نستخدم حاجة محددة، بس نبحث نتعلم نحاول أن نجد ما هي ما السوفت ويرز والأنظمة التي لو تبنيناها لو اشتغلنا فيها ممكن تخلينا نشتغل بطريقة أكثر وضوح وطريقة أكثر سهولة في تنفيذ المشاريع وإدارتها وأرشفتها. فأنا بحب بس أعمل استعراض مثلا كيف ممكن بورتال احنا دائما نستخدمها بالنسبة لنا في عملنا، كيف ممكن أنه عمل معنا فرق كبير. يعني مثلا كان عندي موظفة اسمها نورينا،
هي موظفة مجتهدة جدا يعني في حشد التمويل معنا وغيرها، هي موظفة أو جنسيتها أمريكية بس كانت عايشة في هولندا. فكنا كانت تشترك معنا في كل عمل المقترحات المشاريع، لكن في التنفيذ ولا عندها أي فكرة إيش بيتم، فبيخليها كأنها غايبة عن الميدان. فأول ما جينا نتبنى أنظمة ونشتغل في إطارها، كنت ألاحظ أن لورينا تتابع أبسط التفاصيل في الأنشطة وتقول لهم وين هذا وهذا التقرير ليش مش موجود وهذا النشاط ليش تأخر وهذا يعني لا يعني قدرت أنها تصل لمرحلة إدارة المشروع التفصيلي حتى وهي بعيدة. فأنا مثلا كمثال فقط بحاول أعطيكم فكرة كيف ساعدنا هذا الموضوع. طبعا هو كنموذج وممكن أتمنى كل واحد منكم يقترح إذا في أنظمة. مثلا بجيب لكم حتى فكرة في أوكسفام زمان، طبعا كنا نستخدم نظام اسمه أوبال. هذا النظام يخلينا أنه نضمن أرشفة الوثائق الرئيسية للمشروع خصوصا التقارير المشروع وغيرها، وكان يساعد قيادة المنظمة في بريطانيا أن يطلعوا على إنجازنا في المشروع وإلى أي مدى إحنا ماشيين تمام وغيره. فعموما أنا بعطيكم بس فكرة عن النفدية جهار. هذه عبارة عن منظمة أنا أسستها في 2012، حاليا تعتبر من إحدى أكبر المنظمات في اليمن الفاعلة. فعادة هذا النظام اللي بنستخدمه اللي هو بورتال لإدارة مشاريع المنظمة، غير أن إحنا بنبحث ونجد تمويلات وغيرها، نفس الشيء نكتب مقترحات ونطورها ونتشارك في إعدادها. زي مثلا هذا المقترح تم إعداده بنسبة 100% وغيره، وبعضها يبدأ المقترح وما يكتملش وهكذا. لكن أنا بنقول لكم اليوم بما أننا بنشتغل على المانجمنت بنكلمكم على المانجينج للمشاريع. فمثلا بنقدر نطمن أن المشاريع تتم بطريقة صحيحة لما يعني مثلا أنا أشوف هذا مشروع مكتمل، صح أنه مكتوب هنا أنفنشت معنى أنه في نواقص في التقارير لم يتم أرشفتها، لكن بشكل عام كتنفيذ أنه النشاط تم 100%، وبيطلع لي من اللي كانوا مسؤولين عن المشروع. بس كمان أقدر أحصل على الوان كليك ريبورت. لاحظوا ميزة الأنظمة أنه لو أنا مضطر أنا كمدير منظمة اليوم لازم أحصل على تقرير للمشروع ونسبة الإنجاز، ممكن أجي أعمل هنا فقط وان كليك وأحدد من أي تاريخ إلى أي تاريخ مثلا، وبعمل جو يعني مثلا بهذه الطريقة أحدد من إلى متى بحتاج التقرير من بداية إلى تاريخ معين وتطلع لي التقارير. هذا مثلا في أسوأ الظروف، يعني مثلا لو ما عنديش تقارير جاهزة وحد رسلها لي واضحة، بس انه انا كمدير منظمة بقدر احصل التقرير. لاحظوا كيف كان النظام بعمل يعني استخراج للمعلومات على شكل تقرير جاهز، ومثلا يقول لي انه المشروع كان عبارة عن 10 انشطة تم تنفيذها بنسبة 100%، المانح كان يحتاج تقرير واحد موجود بنسبة 100% تم ارساله، المستفيدين كانوا 615 ويعتبر 384%، بالنسبة للميزانية هنا ظهرت صفر لأنه ما كانش يعملوا spending tracking تتبع للميزانية. لاحظوا كيف دائما تتبع الميزانية معانا، بس لاحظوا كيف ظهر معنا هنا نسميه تتبع للأنشطة. هذا كان النشاط رقم واحد، التنسيق مع الجهات أو الأطراف المعنية أو أصحاب المصلحة، كان مثلا التنسيق مع وزارة الصحة. الحالة دن أنه تم نسبة الإنجاز 100%، وطبعاً هنا واضح أنه الملاحظات. هنا نفس الشيء كان تم ترشيح 640 موظف في وزارة الصحة في المستشفيات لتدريبهم، نفس الشيء تم التعاقد مع المدربين تم وهكذا. بتلاحظ أنه لأنه التقرير قال نسبة الإنجاز 100% معناه ستجدون أنه نسبة الإنجاز والملاحظات موجودة 100%. نجي لتتبع المؤشرات الإنديكيتور بروغرس. فالتتبع المؤشرات عندنا مثلا هنا عدد العاملين الصحيين الذين تم تدريبهم on IPC، كان عندنا هذا التارجت. لاحظوا كم كانوا رجال نساء، وكان هذا الإجمالي كم وصلنا الفعلي. لاحظوا هذا التتبع الفعلي كذا، نسبة الإنجاز تقريبا 99% وما فيش ملاحظات. هنا عدد نفس الشيء العاملين الصحيين الذين تم تدريبهم على إدارة النفايات الصحية أو الطبية،
كم كان الهدف وكم تم تحقيق، كم الناس الذي تم تدريبهم وكم نسبة الإنجاز وهكذا. لاحظوا كيف نسبة الإنجاز في كل مؤشر، مثلا هذا المؤشر فقط تحقق منه 85%، هذا المؤشر تم تحقيقه بنسبة 100%، وهنا لاحظوا في كل مؤشر كم الهدف كم الفعلي وهكذا. أنا نفس الشيء عدد، طبعا مش عارف ليش بيستخرجها بدون كلمة نمبر اللي هي الهاش، ربما اصلا اضيفت من الموظفين بطريقه غلط المؤشرات، بس انه فعليا هذا المؤشر هذا التارجت او المخطط وهذا الفعلي نسبه الانجاز. بنقدر نشوف لاحظوا هنا يعني بشكل عام بيطلع لنا يعني خلاصه كامله. وبالنسبه للريسك لاحظوا انه مثلا كان هذا بالنسبه لاداره او تتبع المخاطر، ايش كانت المخاطر؟ انه ممكن وزاره الصحه مع السلطات المحليه ممكن يطلبوا تدخلات غير التي مخطط لها مع المانح أو الذي فرضها علينا المانح، أو غير التي حتى اتفقنا معهم في البداية. فبيكون مثلا نوعية المخاطر هل تحققت ولا لا، الأثر وغيره. يعني مثلا هنا ما فيش في يعني في المخاطر بس ما عملوا لهاش تتبع بشكل كافي. وبالنسبة للسبندنج بروجرس للأسف مش موجود، بسبب انه دائما زي ما قلت لكم عندنا دائما قصور في السبندنج تراكينج، يعني نلاقي موجود في مشاريع ومشاريع مش موجود وهكذا. فهذا النوع من الاشياء مهمه جدا. طيب لو نفترض واحد منكم الان يقول لي انتم قلتوا نسقتوا مع وزاره الصحه انه تم التنسيق مع وزاره الصحه، ايش يؤكد لي ان كيف ممكن اتاكد انه فعلا تم التنسيق مع وزاره الصحه؟ فإحنا كيف ممكن ندخل مثلاً خطة عمل المشروع بأن هذه خطة التنسيق مع الشركاء، فهنا قالوا أوكي تم التنسيق مع وزارة الصحة، هنا كان إيش وسائل التحقق أو التقارير المطلوبة ومذكرات التفاهم، وهنا تفاصيل التعامل مع المشروع، تم إكفال المشروع بواسطة المدير. تمام، نلاحظ مثلاً هنا أنا لو أنا مثلاً مدير للمنظمة واحتاج أتأكد أن هذا النشاط تم، فأنا بقدر أجي هنا وأتأكد من المرفقات، يعني أنه فعليا تم التنسيق مع الوزارة، هل فعليا حصلنا على موافقة وزارة الصحة؟ فهنا نقدر نعمل هذا النوع من المرفقات. ولاحظوا الآن لأنه النت مش عارف إيش المشكلة، بس أنه ممكن يعني كيف ممكن إحنا يعني نفتح التقرير ونطلع على المحتوى. يعني لاحظوا مثلا بسألكم سؤال، انتم تشوفوا معي بورتل ولا انتم جالسين تشوفوا الباوربوينت برزنتيشن؟ البورتل استاذ. تمام، انا قلت ان انا جالس اكلم نفسي، خفت والله. اوكي اذا تمام، لاني قلت انا جالس اتكلم بتفاصيل معينه واتكلم لنفسي يعني. فلاحظوا مثلا الان دخلت انا عملت داونلود للاتاتشمنت وظهرت عندي التنسيق، وظهر عندي مثلا الموافقه مع من الوزاره ومختوم معهم، ونفس الشيء عاملين ترشيح يعني تفاصيل المدربين وغيرها يعني. فهذه النقطه تخليني دائما انا لو انا استشاري رسلني المانح اتاكد، ممكن أعمل التأكيد هذا أونلاين، يعني ممكن أعمل تأكد مجرد تعمل لي أكسس للنظام ونتأكد. طبعاً أنا هنا مش من أجل أعطيكم فكرة عن بورتل، ما يهمنيش هذا النقطة بصراحة اليوم أو في هذا التدريب، لكن بعطيكم بس فكرة أنه مهم جداً أن المنظمة تبدأ يعني تبحث عن أنظمة مناسبة لها تخليها تظهر أكثر احترافاً، وتخليها دائما قادرة أنها توصل لأعداد المستفيدين في الوقت المطلوب وبأسرع ما يمكن. لحظة يعني كنت على بدلا من إكفال المشاركة. طيب هذا بس كفكرة سريعة لهذا النوع من الأنظمة. طيب نجي نشوف مثلا هذا فيما يخص الأنشطة، نفس الشيء فيما يخص المتابعة والتقييم. نجي مثلا نشوف هنا كان عدد الـ health workers الذين تم تدريبهم على الـ IPC، نقدر على طول نشوف نسبة الإنجاز بشكل سريع انه كان كم كان المخطط،
وكم كان الفعلي بشكل مستمر، يعني مثلا كان المخطط هكذا، هذا كان المؤشر، لاحظوا هذه صياغة المؤشر، نسبة الإنجاز قال 99%، هنا كان موزعين رجال نساء أولاد بنات، وهنا نسبة الإنجاز، وهكذا. هذا لكل مؤشر نقدر نحن نطلع عليه بشكل مستمر. بنقدر نختار مثلا أي مؤشر ونعمل له بروجرس ونشوف نسبة الإنجاز وهكذا يعني. فهذا الشيء يساعدنا بشكل كبير أن احنا نطمن أي وقت نقدر نلاقي حقنا التفاصيل ونعرف نسبة الإنجاز بشكل يعني أولا بأول. نفس الشيء في السبندنج تراكينج، لو احنا نفذناه بطريقة صحيحة فالمفروض أنه مثلا يطلع عندنا كم كانت البند في الميزانية، الوحدة، المبلغ، كم العدد، وبعدها الميزانية، كم أنفقنا في شهر نوفمبر، كم أنفقنا في ديسمبر، وهكذا بحسب المشروع نفسه. يجي عندنا الريسك تراكينج، يجي عندنا مثلا الريسك تراكينج، هذا مثلا الريسك يعني احنا كنا نقدر يعني نعمل لها تتبع ونتأكد انه هل حصلت او لم تحصل وهكذا يعني. فبنقدر نحن نعمل فولو اب بشكل كافي، انا ما عنديش صلاحية في هذا المشروع لذلك مش قادر اغير حاجة. نجي لها عند التقارير الشهرية، نفس الشيء زي ما وريتكم نقدر على طول نعمل وان كليك ونطلع التقرير الشهري. تقارير المانح، التقارير التي أرسلناها إلى المانح، ما هو التقرير؟ هنا يقول لي أنه أيوة تم إرسال التقرير للمانح، أقدر أعمل له كليك وأقدر أطمن أي وقت أقدر أطلع عليه. طبعا إذا ما ظهر بشكل، ومفروض يظهر في الشاشة هذه، ممكن أعمل له داونلود ويعني وأتأكد أنه هل فعليا تم إرسال التقرير للمانح أم لا. وهذا هو تقرير المانح الذي تم إرساله، بنقدر إن إحنا نشوف التقرير ومرفق معنا بأي وقت نحتاجه بنلاقيه يعني، فبنلاقي هذا النوع من التقارير. طبعا لو نلاحظ كتقرير نهاية مشروع بنفس الطريقة إحنا نعلق على الإطار المنطقي، كان هذا المخرج، كان عندنا هذا المؤشر، هذا النوع من وسائل التحقق، وبعدها ماذا تم في المخرج الأول وفي المخاطر وكيف تعاملنا معها وهكذا يعني، كم وصلنا للمستفيدين في نهاية المشروع بحسب الفورمات اللي ممكن يكون عندنا أو مع المانع. نقدر نعلق على كل نشاط ماذا قمنا به وما وإيش نفذنا وإيش انجزنا وهكذا يعني. فهذه تختلف من مانع إلى آخر، كله بحسب نوعية الأنشطة أو نوعية التقارير. هنا نجي مثلا خطة العمل إيش كانت ونرفقها وهكذا. ممكن هنا مثلا خطة المتابعة والتقييم معنا أو outcome indicator المؤشر، كيف ممكن نجمع البيانات أو ما هي وسائل التحقق، ونفس الشيء كم كانت الخطة أو كم وصلنا وهكذا يعني. فباختصار يعني خلونا نتفق أن الأنظمة ممكن تخلينا أكثر قوة في الوصول للمعلومات، وفي نفس الوقت قادرين على الحصول على المعلومات تايملي في الوقت المطلوب كقيادات للمنظمات او غيرها يعني. فطبعا هذا نظام بورتال يعني، اي حد يحب انه يطلع عليه طبعا تقدروا تحصلوا على حسابات مجانيه، انا بحط لكم الرابط في الشات، تقدروا تسجلوا للي هم اول مره يشوفوا البورتال، تقدروا تسجلوا حسابات مجانيه وتقدروا تستخدموها على الأقل 2 موظفين من منظمتكم يقدروا يستخدموها مجاناً يعني مدى العمر فيما يخص يعني البحث عن التمويل أو كتابة مقترحات. وفي إدارة المشاريع معكم عدد مثلاً 5 مشاريع أو 3 مشاريع تقدروا تديروها بدون ما تدفعوا أي فلس، فقط لمن يهتم يعني، ممكن تعملوا إدارة المشاريع متابعة وتقييم وغيرها، هذا الشيء سيساعد بشكل كبير. طيب لو نجي للدخول، انا برجع الحساب من جديد. انا طبعا دخلت كومبورتال اكثر شيء من اجل ان احنا نعمل تحليل للمخاطر، نتعلم مع بعض كيف نعمل تحليل مخاطر، لمن يهتم انه يعمل تحليل مخاطر. في مشروع بدات اشتغل انا ومجموعه، اتاكد
أيوة مثلاً هذا المشروع تحسين الوصول لخدمات الصحة النفسية للمتضررين من الحرب مثلاً. فبعطيكم بس مثال مثلاً في الريسك أناليسيس، إحنا ممكن مع بعض نتعلم كيف نعمل تحليل المخاطر، تمام؟ فإحنا ممكن طبعاً نعمل التحليل في بورتال ونقدر نستخرجه على شكل ملف أكسل ونرسله للمانح أو نحطه في أي نموذج آخر. خلونا نتفق لو إحنا ننفذ مشروع دعم نفسي وحماية للمتضررين من الحرب في أي منطقة، ممكن خلونا نفترض إحنا الآن نشتغل على أو إيش رأيكم إحنا ممكن حتى نطلع يعني من حساب NFDChat وندخل حساب الفريق الذي اشتغلنا معه في كورديد. فممكن إيش رأيكم نغير، أنا أسف إن إحنا دخلنا هذا المكان، ممكن نغير الحساب الآخر الذي اشتغلنا مع كورديد، هذا بيكون الفكرة أفضل بكثير. خلونا في نفس الحساب. طيب لو نلاحظ مثلا هذا الحساب كان حق التدريب وهذه المقترحات، هل معنا من المتدربين الآن من عنده مقترح ويكون بالعربي بشرط ونشتغل مع بعض تحليل المخاطر؟ ممكن مشروعك يا أصيل أتذكر كان مشروع له علاقة بالإبداع والحماية. نعم استاذ، اشتغلت عليه يعني وصلت تقريبا بال 87% تقريبا. هذا هو بس كان بالعربي ولا بالانجليزي مش متذكر؟ بالعربي، عربي. بس العنوان انت كنت عملته بالانجليزي، اذا هذا المشروع. نعم تمام. طيب لو جينا عملنا كليك هنا وخلونا فقط انا كان يهمني انه احنا نعمل تحليل مخاطر ونتعلم، لانه جزء من هذا التدريب مهم جدا ان احنا نتعلم تحليل المخاطر وتتبع المخاطر. فمثلا نشوف لماذا المشروع ما اكتملش؟ أنت عملت الميزانية وعملت كل شيء، ليش ما اكتملش؟ ما أعرف يعني هاي توقفت أكو أوكي. يعني ما أنت معك الخلاصة ملخص المشروع ما عملته، فأنت ممكن تكمل عليه. أنا بعمل فيها كذا FYI عشان بس أعمل له حفظ أشوف إنه اكتمل. خلاص اكتمل 100%، فقط مطلوب منك تعمل ملخص. عشت إذا كان بحثت هواي عليها ما لقيت يعني وين. لا تمام إذا موجودة. طيب إذا في الريسك أناليسز خلونا نشوف الريسك أناليسز. إحنا كنا تكلمنا إنه مثلا كان من الافتراضات أو ممكن يا بشمهندس أصيل ممكن تعطينا فكرة بس لمدة دقيقة ما هو المشروع عشان نبدأ نعمل التحليل إحنا كلنا واعيين كيف ممكن نحن يعني نحولها حتى للتراكينج، كيف نحولها حتى للتتبع. نعم ممكن تعطينا الفكرة لمدة دقيقة ما هو المشروع؟ هو تدريب لإنشاء وحدات إنذار مبكر في الأقضية والنواحي، يضمن مجموعة تدريبات للنساء ومراكز استجابة أيضا بالأقضية والنواحي، استجابة المتطلبات يعني للمرأة المتعرضة لعنف، أي أنواع من العنف، تجي للقضاء أو الناحية تسجل بياناتها بيم وحدة الإنذار المبكر، وإنذار مبكر تحولها مثلا على الشرطة المجتمعية، تحولها على العنف الأسري. إضافة إلى تدريبات يعني بالتعاون مع مركز التدريب المهني ومجموعة أنشطة يعني أنشطة توعوية للنساء يعني على القرار 13-25. إذن تمام. طيب إحنا أنا فقط الآن انتبهت إنه النظام باللغة الإنجليزية، فإحنا ممكن نحول التدريب نحول النظام إلى العربية ونشتغل مع بعض. فهذا هو المقترح، وإحنا الآن في فكرة تحليل المخاطر. فنلاحظ مثلا هنا كنا في ايام التدريب تكلمنا انه ممكن تكون احنا شويه غيرنا بي دكتور، مو نصا نفسه شويه غيرنا بي يعني تمام ممتاز. احنا كلنا يعني مو نفس المشروع مالتي الاصلي. اوكي ممتاز، هو الافضل انه يكون جاهز تقدروا حتى تستخدموا مع ايمانه. طيب جاهز كله ممتاز. احنا طبعا ما بنعدلش في حاجه، فقط احنا بنراجع معك نراجع الآن سريع المخاطر ونتعلم كيف نشتغلها. نعم. ممكن نضيف حاجة، ممكن حتى لو أضفناها وهي مش مفيدة أنت بتقدر تعملها حفظ لاحقا يعني.
فأتمنى أنه مع بعض نركز. أنا مثلاً عندنا اللي هي المخاطر، كان واحدة من المخاطر رفض السلطات المحلية لتدخلات المشروع، هذه واحدة من الافتراضات يعني، أو خلونا نقول من المخاطر. أنتم عارفين كيف ممكن نحدد هل هذه مخاطر أو لا؟ يعني أنت لما تيجي تعمل تحليل للمخاطر، كيف أفكر ما هي المخاطر اللي ممكن تحصل؟ فمبدئياً أول حاجة إحنا يكون عندنا افتراض، أول افتراض في بالنا أن السلطات المحلية ستقبل المشروع، هذا أول افتراض. أكيد طالما إحنا خططنا المشروع وبحثنا عن تمويل ونسقنا مع يعني الجمع البيانات من أجل نعرف عن الاحتياجات، في بالنا يعني في البال إحنا 100% السلطات المحلية ستقبل تنفيذ المشروع. طيب هذا كان افتراض، لو رفضت السلطات، لو حصل العكس بيتحول إلى مخاطرة. في هذه الحالة بنكتبها، نقول رفض السلطات المحلية لتدخلات المشروع نعتبرها مخاطرة. لماذا؟ لأنها إذا حصلت لن يكون هناك أي مجال لتنفيذ المشروع. صحيح. هذا النوع من الكاتيجوري أو فئة المخاطر قانونية تعتبر قانوني، لأنه مرتبط بسيادة القانون أو الجهات التي تنفذ القانون، يعني خلونا اللي لها ارتباط بالمجال العمل. طيب احتمالية أنه هذا يحصل ممكن، يعني ممكن جدا يحصل. التأثير لو حصل بيكون كبير جدا على المشروع، فاحنا بنعتبرها طالما أنه الاحتمال ممكن والتأثير كبير، النظام تلقائيا بيحسب أنه هذه يعتبر مخاطرة عالية، مستواها عالية. طبعا هنا احنا نقدر نعمل تعديل أو نحذف. طيب عندنا تدهور الوضع الأمني في المناطق المستهدفة، هذه نوعية المخاطرة أمن وسلامة، ممكن يكون التأثير لو حصل بيكون كبير، إذن مخاطرة عالية. نفس الطريقة هنا ممكن يحصل تسرب معلومات المستفيدات التي أبلغنا عن تعرضهن لعنف، مما قد يعرض المستفيدة للخطر على حياتها وقد يوقف عمل المشروع، هذا نعتبره نوع information أو معلوماتي محتمل، لو حصل بيكون حرج جدا، ولذلك احنا بنعتبرها بالغة الخطورة. هذا النوع من لذلك لازم يحصل، لازم يكون عندنا يعني لازم يكون عندنا إجراءات للتعامل مع المخاطر هذا. طيب الحاجة الثالثة نقص التمويل، ممكن يكون في مشكلة في نقص التمويل ويعتبر تشغيلي، ممكن متوسط عالي وهكذا. فهذا النوع من المخاطر ممكن احنا كمان نعمل إضافة المخاطرة جديدة. من ممكن يفكر في مخاطرة جديدة؟ فكروا معي مثلا. حاولوا تفكروا في مخاطر هكذا لها علاقة بمشروع مثل هذا، انه احنا جالسين نعمل مشروع انذار مبكر عن حدوث عنف في اي مكان، فايش من مخاطر ممكن تحصل؟ مع العلم ان احنا تكلمنا على موضوع الامني وتكلمنا على السلطات، تكلمنا عن احتمالية تسرب معلومات ونقص تمويل غيره. ممكن التعرض للتحرش بالضبط اثناء دوم الاسنتر او شيء هيك. ايوه تعرض النساء اللاتي يعني ممكن تعرض النساء لتحرش نتيجة مثلا لتحرش، ممكن خلونا نفترض احيانا يحصل حتى لتحرش نتيجة، بس احنا كنا تكلمنا على تسرب معلومات، بس ممكن خلونا نفترض فقط هكذا وبعدين يحلبها اصيله ويخليها او يعدل عليه. نفترض انه تعرض النساء لتحرش سواء من مقدمي الخدمات او كادر المشروع، ممكن يحصل جدا، وهذا الشيء احنا نسميه ايش؟ نسميه سيف جاردنج، اللي هو ممكن حاجه مرتبطه بايش؟ بصون المستفيدين. طبعا السيف جاردنج بكره بيكون معاكم تدريب في السيف جاردنج،
يتم التركيز عليه بشكل رئيسي. واحتمال انه مش انا الذي بقدم التدريب، بجيب لكم استشاريه اشتغلت في السيف جاردنج تتكلم معكم على السيف جاردنج، الابلاغ، اليه الشكاوى والتغذيه الناجعه. بكره بيكون اكثر شيء على الاكاونتبيليتي بجزئيها، الشكاوى والتغذيه الناجعه العاديه، ونفس الشيء ما يخص السيف جاردنج كمفاهيم، وكيف انتم كمدراء مشاريع او مسؤولي متابعه وتقييمه، وحتى كمدراء منظمات تستوعبوا تماما تطبيقها يعني، او ممكن حتى يعني الى اي مدى احنا قادرين نظهرها في التقارير او ما نظهرهاش، ما هو الاشياء اللي كيف ممكن نأرشفها، وكيف ممكن نحافظ على البيانات سريه وغيرها. طيب هذا بالنسبه للموضوع يعني الريسك نفسها، احتماليه الحدوث. طبعا لو قلنا غير محتمل يعني ماش، خلونا نفترض غير محتمل، التأثير لو حصل بيكون حرج. الفئة نقدر نعتبرها ايش؟ اخلاقي. ايش الريسبونس الذي بنعمله؟ هل نتجنبها او ننقلها الى طرف اخر، او نخففها او نقبلها او استفادة منها او تحسين او مشاركة؟ المفروض ان احنا نعمل ايش؟ ممكن تجنب للمخاطر هذه، نحاول لازم نتجنبها. هذا النوع من المخاطر ممكن تحصل جزء من الأنشطة، نقدر نعتبرها مرتبطة بالأنشطة. وممكن مثلا في أي نشاط ممكن يحصل، يعني هل هي مرتبطة بأي نشاط من أنشطة المشروع؟ نفترض تصميم، رفع الوعد، تزويد الحدات، تدريب، يعني كلها الآن ما زالت أوكي، تنظيم المتدربات، نفترض حتى هكذا في يعني في هذا النشاط افتراضا بس. يعني المسؤول عن الخطر يعني مثلا احنا بنعتبر انه مثلا الموظف اللي يعني مثلا مدير المشروع او احد موظفي المشروع نحط انه هو مسؤول عن مراقبة الخطر، هو المسؤول عن التواصل. قد يكون عندنا مسؤول امن سلامة، قد يكون عندنا مسؤول المتابعة والتقييم نفسه. فإحنا مثلاً ممكن نختار نفس المسمى، أو لأنه البشمهندس أصيل ما عملش اسمه، جالس عامل اسم المنظمة، فإحنا بنختار أنه هو المسؤول عن الخطر. وبعدها كيف يمكن أن نتجنب هذا الموضوع؟ فالمفروض أن إحنا نعمل طرق التعامل مع المخاطر. فإحنا ممكن إيش نعمل هنا؟ نقول مثلاً تدريب كادر المشروع على صون المستفيدين اللي هو ايش؟ سيف جاردنج. مثلا هذا واحد من الانشطه التي يعني لازم نعملها. طيب ممكن نعمل حاجه اضافيه، تفعيل نظام الإبلاغ وتعريف المستفيدات، مثلاً نتكلم عن المستفيدات كآلية الإبلاغ والشكاوى. هذا يعتبر طريقة من طرق تجنب المخاطر. واحدة من أهم الأشياء توقيع الموظفين على في حاجة نسميها statement of commitment، كأنها شهادة التزام ومدونة سلوك بعدم التعرض، يعني بعدم التعرض للمستفيدات وحمايتهن من أي خلاص وحمايتهن أو بعدم التعرض للمستجدات، خلونا عشان ما يبقاش كذا في لبس في طريقة الصياغة. وهكذا، وممكن نضع الكثير من الأنشطة التي ممكن حتى نعمل مثلا تذكير شهري لفريق المشروع
بسياسة المنظمة فيما يتعلق بالصون، احنا نسميها صون المستفيدين اللي هو السيف جاردينج، بالعربي بيسموه صون. هل عندكم فكرة ايش تسموه عندكم في العراق الصون المستفيدين او السيف جاردينج؟ حد عنده اي فكرة؟ صور هو نفسه نفس المصطلح، تمام. ممكن تعرف سياسة المنظمة هو نفس سيف جاردينج، أي تستخدموه إنجليزي يعني، بس لو بالعربي عندكم مصطلح بالعربي؟ صراحة ما سامع إلى مقابل بالعربي. هو فعليا الصون يعني، وممكن حتى اللي أول مرة حد منكم يسمع عنه بنتكلم عنه بلمحة، وبكرة بيكون في تفاصيل بتتعلموا حاجة حلوة يعني حاجة تم تطبيقها، يعني تقدروا تسألوا وتطلعوا على التفاصيل. بكرة معكم فرصة تتعلموا ما معنى مساءلة، ما معنى آلية شكاوى، ما معنى سيف جاردينج، فرصة كبيرة يعني. طيب فيما يتعلق قلنا بالصون والسيف جاردينج، وفي حاجة احنا نسميها وسياسة، شفتوا حاجة احنا نسميها الزيرو تولرنس، سمعتوا بها هذه المصطلح؟ يس نعم اي أصبحت المنظمات يعني تتبنى زيرو توليرانس، إنه أي نوع من شكوك إنه في يعني موظف عمل أي مشكلة من هذا النوع، إنه على طول يعتبره هاي ريسك، ولازم إحنا يعني لا نتهاون حتى ثانية واحدة. فأي حد يفصل نتيجة سيف جاردينج شو يعتبر من يعني من أسوأ الأشياء اللي ممكن تمر على موظف. فللأسف بيني وبينكم أول ما جينا نطبق السيف جاردينج في شغلنا اكتشفنا أنه مش بس إحنا كنا دائما نفكر أنه الرجال هم اللي ينفصلوا نتيجة سيف جاردينج، بس فعليا انفصلوا الرجال وانفصل النساء يعني. فمش معناه أنه النساء تحرشن بالرجال، لا، بس أنه مثلا اكتشفنا أنه في موظفات من أجل أن إحنا نقوم بفصل موظفة وطردها من العمل ممكن تعمل عليها شائعات. فإحنا بمجرد ما نعمل لجان وإنفستيجيشنز وكذا قد نكتشف أنه أوه لازم هذه تنفصل لأني ورطة كبيرة. بس أنا لاحظوا الفكرة يعني في السيف جاردينج يعتبر من الإجراءات التي تعمل على حماية الموظف وتعمل على حماية المستفيد. وطبعا لحظة أشوف إذا عندكم أي ملاحظات. ايوه انور يتكلم على الفراود والكوربشن اللي هو زيرو توليرنس، تمام. زيرو توليرنس فيما يخص الامور الماليه والفساد، او فيما يخص الحمايه، سياسه الحمايه من الاعتداء والاستغلال الجنسيين اللي يسموها prevention of sexual exploitation and abuse، او نفس الشيء السيف جاردينج. تمام، انا اكتب تقريبا انجليزي فنستخدم الانجليزي سيف جاردينج، تمام. حمايه طبعا في فرق بين كلمه حمايه وبين صون يعني او سيف جاردينج. طبعا هي مفهوم واسع سيف جاردينج، لكن يعني اوضح طريقه للتفريق بين كلمه حمايه وسيف جاردينج ممكن حد يكلمنا على هذا الموضوع. الصوت اولا عندكم واضح؟ طيب إذا ممتاز. طيب هنا إيمان تقول سياسة حماية تبعها العاملين، أيوة تمام. بس إيش الفارق بينها؟ ليش إحنا نسميها سيف جاردينج ما بنسميهاش حماية زي الحماية العادية؟ طيب أنا بس عشان أجاوب عليكم بشكل سريع، السيف جاردينج هي عبارة عن حماية المستفيد من الموظفين تبعنا، الموظفين المنظمة. فيعني كيف ممكن نحمي المستفيد من أن الموظف ممكن يستغل احتياجه للمساعدات؟ ففي السيف جاردينج أولا هذا هو المفهوم الفيربيسك أو المفهوم الأساسي.
ايوه بالضبط زي ما ايمن ذكرت، كمان تمنع الانتهاك من قبل الموظفين، بينما الحمايه البرامج الاخرى هي برامج احنا ننفذها لحمايه المستفيد من التعرض للانتهاك من حد اخر من المجتمع، لكن مش من موظفينا. لكن لما نكون عاملين اجراءات لحمايه المستفيد من التعرض للانتهاك من موظفينا، هذا سيفغاردنج او صون مستفيدين. تمام. طبعا لاحظوا بعد ما عملنا هذا النوع من التحليل، نقدر احنا نعمل له داونلود على شكل ملف اكسل ونشوف كيف ممكن يفيدنا لو احتجناه مثلا في اي مكان اخر. طيب الان عملنا له داونلود على شكل ملف اكسل ونشوف كيف ظهرت. الملف راح الملف وين راح؟ مش عارف والله، مش عارف وين راح الملف الاكسل، المفروض انه يظهر على طول، يمكن انا احطه في مكان اخر. اوكي موجود. اذا انا فتحت المفروض انه موجود ملف اكسل. عجيب والله. طيب الغريب ان انا لما فتحتها من مكان ثاني وكان شكله واضح. طيب من جديد، سوري، لانه فقط احب نشوف الملف يكون واضح عندنا شكله كمصفوفه في الاكسل. الآن أنا متأكد إن أنا حفظته في هذا الملف، أنا متأكد 100%. أيوة هذا معناها سابقا مش عارف وين الحمد. سمحت مش راضي ينفتح. قفلت ملف الأكسل هذا، أحيانا يعني يكون هو السبب في إنه ملف الأكسل الآخر زعلان. إيش المشكلة فيها؟ مش راضي يتقفل ملف الأكسل الآخر. أوكي تمام. شوفوا إذا بدأ ينفتح بمجرد ما قفلت السابق. اوكي طيب هنا بيظهر هنا بتظهر الخطة. طبعا احنا ما اخترناش اللغة العربية، لذلك ظهر باللغة الانجليزية. اوكي ظهرت هذه الوصفة المخاطر والاحتمالية والأثار والدرجة مجموعة وماذا سنقوم به وهكذا يعني. وهذه ماكو شيء على الشاشة أستاذ. أوكي أيوة أنا جالس أستعرض لنفسي، أنا آسف والله. طيب فالخلاصة ظهر بهذا الشكل مصفوفة المخاطر، بس لأن إحنا عملنا هذا داونلود بالإنجليزي بدون ما نغير اللغة، فظهرت المحتوى اللي هو بسيط وجاهز يظهر باللغة نفسها. فعموما بيظهر معنا هذه المخاطر، هذه الاحتمالية، احتمالية الحدوث، الأثر،
درجة نوعية المخاطر، وهذا استراتيجية الاستجابة، وهذا أنه إحنا نعتبر أنه مرتبط بهل بالنتيجة بالمخرجات أو بالأنشطة. و أوكي، وهذا فقط نفس الشيء معلومات إضائية، يعني مرتبطة ما هي المخرج والنشاط وغيره. من الأونر بيكون من المسؤول عن متابعة الأنشطة، وهذه الميتيجيشن ميجرز يعني الإجراءات التي سننفذها للتعامل مع المخاطر، فبتكون هكذا بهذا الشكل وهكذا. فهذا بس بشكل سريع انه كيف ممكن ان احنا نستفيد من هذا النوع من الادوات. عموما هل عند حد منكم فكره عن برامج لاداره المشاريع اخرى او تستخدموها؟ ما عندكمش فكره عن انظمه قد نحتاج ان احنا نتعرف عليها وتساعد في اداره المشاريع؟ طيب إذن تمام، معناها نعود لموضوعنا، ما في شيء مشكلة. لأنه شوفوا أحياناً في حد يكون استخدم برنامج يكون جميل نحتاج إن احنا نتعرف عليه، فما في شيء مشكلة. طيب نعود لموضوعنا. أنا أتمنى أنه تتبع الأنشطة وتتبع الإنفاق وتتبع المؤشرات وتتبع المخاطر تقريباً أعطيناها حتى ولو 80% من الوضوح، بكون راضي يعني. أو بنضطر إن إحنا مع بعض نبدأ نأخذ خطة عمل ونعمل لها تتبع إذا حبيتوا. طيب نجي الآن لتقرير النشاط. تقرير النشاط أنا صراحة أحاول بس كيف أخفي هذا، ما عرفت كيف أحسن طريقة لإخفاء تماما. هايد أيوة الله موجود يعني. تمام، تقرير النشاط يظهر يعني. تمام، تقرير النشاط لاحظوا تقارير الأنشطة ممكن تكون تدريب، ممكن يكون ورشة عمل، ممكن حملة نظافة، ممكن توزيع غذاء، توزيع حقائب مدرسية، ترميم فصول، بناء فصول، حملات توعية، حاجات تطعيم، كلها تحتاج إلى تقرير النشاط. في تقرير النشاط يعني يعتبر من الأشياء المهمة جدا التي لازم نحترف في عملها. فأنا بعطيكم هنا فقط مثال على مثلا مكونات تقرير النشاط، ونفترض أن احنا عندنا تقرير للتدريب مثلا. إذا لو نفترض أن احنا عاملين تقرير تدريب، فبنضطر أن احنا نبدأ بحاجة اسمها الغلاف، يكون فيها اسم النشاط، رقم النشاط في الخطة، اسم المشروع، رقم المشروع، تاريخ تنفيذ النشاط، مكان تنفيذ. هذه كلها حاجة روتينية صراحة، بس احنا بنعتبرها مهم جدا، لانه كم شفنا كم رأينا تقارير ما نلاقيش فيه حتى تاريخ تنفيذ النشاط. معناه انه هذا التقرير احنا نسميه ايش، ما التقرير مش سمارت يعني. فهذا التقرير يكون ايش، نوت سمارت. لازم التقرير يكون سمارت وفيه معلومات واضحة وكافية تعطينا صورة واضحة أين متى إيش تم إيش حصل. فمهم جدا نأكد هنا في الغلاف على اسم النشاط، تاريخ النشاط، وإذا كان عندنا خطة أو كذا نحدد رقم النشاط، ونفس الشيء مكان تنفيذ النشاط. الجزء الثاني بيكون نفترض أننا استشاري وعطيتني هذا التقرير، أحتاج أعرف علاقة النشاط بالمشروع، إلى أي مدى هذا النشاط مهم في تحقيق مخرجات أو نتائج المشروع. هل هذا النشاط عبارة عن نشاط زائد أو لا يعتبر نشاط أساسي كان لازم ننفذه. فبنشوف هذا بنبدأ بحاجة اسمها لازم نعمل ملخص للمشروع، بعطي القارئ فكرة واضحة عن المشروع بشكل عام، خلاصة بسيطة. أحدد ما هو هدف النشاط، بيكون نقطة جديدة، هدف النشاط، لماذا نفذت هذا النشاط. ونفس الشيء ممكن أجيب على سؤال كيف يؤدي النشاط إلى تحقيق مخرجات ونتائج المشروع، كيف يساهم هذا النشاط في تحقيق مؤشرات أو عفوا في تحقيق مخرجات ونتائج المشروع.
رقم ثلاثة ننتقل إلى موضوع المستفيدين. مهم جدا كل تقرير نشاط أن يحتوي على تفاصيل المستفيدين، لازم يكون في جدول بسيط يوضح المستفيدين كم رجال نساء أولاد بنات وكم الإجمالي. بعض المانحين بيطلب أكثر، يعني بعض المانحين بيطلب تفاصيل مثل مثلا كم صحفيين كم شباب. فأحيانا نضطر عندما نعمل تسجيل المستفيدين بنضطر نحن نسألهم سؤال إنه كم عمرك. فالعمر بعدين مثلا مبدئيا احنا كنا نعتبر تحت سن 30 نعتبرهم شباب، ما فوق سن 30 نعتبرهم يعني خلص يندرجوا تحت رجال او نساء يعني. فاحنا بنعمل اعداد المستفيدين ونوضحهم كم رجال نساء اولاد بنات او فئات او غيره. ممكن يكون عندنا فئات اخرى نوضحها من ذوي الاحتياجات الخاصه او نازحين او لاجئين او غيره. فهذه من الاشياء اللي تعتبر من اهم الاشياء الاساسيه في تقرير النشاط. لماذا؟ لأنها تساعدنا في عمل الأكتيفيتي تراكينج والإنديكيتورز تراكينج. أقصد أنا تساعدنا عندما نعمل خلاصات الإنديكيتورز تراكينج أو تتبع المؤشرات. الآن نجي لرقم أربعة مكونات النشاط. وللأسف في أغلب التقارير بنلاقي الشخص الذي يعمل تقرير نشاط بيركز بس على على الأشياء التي في النقطة رقم أربعة، بينما لا، عندنا أجزاء أخرى مهمة جدا. فمكونات النشاط بنتكلم على وصف النشاط، نعمل خلاصة بسيطة إنه مثلا هذا النشاط عبارة عن تدريب لمدة 3 أيام يستهدف عدد كذا وكذا من المتدربين والمتدربات العاملين في منظمة المجتمع المدني. هذا التدريب يركز على كتابة التقارير مثلا. بعدها نعمل إيش؟ خلاصات بجلسات التدريب. يعني مثلا اليوم الأول قمنا بعمل تدريب حول كذا وكذا، اليوم الثاني عملنا تدريب حول كذا وكذا وهكذا. يعني نعمل مثل الأجندة، اليوم الأول ماذا غطينا فيه، اليوم الثاني ماذا تم التدريب حوله، اليوم الثالث اليوم الرابع، نذكر كل التفاصيل بخلاصات. بعدها رقم خمسة نتكلم عن الصعوبات وأي دروس مستفادة. ما هي الصعوبات والتحديات التي واجهت الفريق أثناء التنفيذ؟ كيف تم التعامل معها؟ هل تعلمنا حاجة جديدة أثناء التعامل مع صعوبات هذا؟ نحطها تحت بند الدروس المستفادة. وبتيجي الآن المرفقات التي تعتبر يعني أساسية جدا. مهما كتبنا من محتوى في التقرير إذا لم نضع مرفقات متميزة وجميلة فيعتبر كلام غير مهم يعني. فالمرفقات هي التي تعتبر إثباتات. فبنفترض أن احنا بنتكلم عن تدريب، إذا كنا بنتكلم عن تدريب لازم نعمل إرفاق للسيرة الذاتية للمدرب، لازم نضع المحتوى المادة التدريبية، لازم يكون عندنا أجندة التدريب تكون مرفقة، صور اللافتة إذا عملنا لافتة للتدريب في قاعة التدريب، لازم إذا عملنا تغطية إعلامية في أي موقع إلكتروني لازم نعمل لها إرفاق، نعمل صور مناسبة للفعاليات المختلفة، أي فيديو للفعالية مثلا موجود نفس الشيء ممكن نحطه في أي مكان ونضع الرابط، قد يكون عندنا فقط موجود في اليوتيوب فبنحط الرابط جزء من التقرير، وكمان إذا في عندنا نتائج اختبار قبلي أو بعدي أو غيرها، وخلاصة لآراء المشاركين من ناحية تقييم التدريب. فهذا النوع من المرفقات لازم دائما تكون موجودة في أغلب التدريبات، ولازم كلنا نتعلم كيف نضع المرفقات. طيب لو افترضنا أن النشاط عبارة عن طبعا في حاجة احنا هنا نسيناها في المرفقات، بس أتأكد ما هو الشيء الذي يعتبر هنا مش موجود في المرفقات وهو أساسي جدا في التدريبات لازم يكون مرفق. من يقول لي؟ يعني أسماء المتدربين أستاذ عادل؟ بالضبط بالضبط. أنا أعتبر أنه عدم وجود كشف المشاركين اليومي، مثلا لو تدرب 3 أيام مفروض أنه في كشف المشاركين أسماءهم وكذا وتوقيعهم في حالة أنه يعني مش أونلاين.
فهذا مهم جدا جدا. فأنا أعتبر هذه أننا نسيتها نقطة أساسية ولا يمكن أن يعتبر التقرير النشاط يعني كمكتمل إذا لم يكن يعني مثلا كشف المشاركين موجود. إذن ممتاز. أيوة جولستان كمان علقت على هذا مع موافقة الصور. بالضبط موافقة الصور هذه نعتبرها جزء من السيف جاردينج، أو نقدر نعتبرها من بنفس الطريقة أنه لازم يكونوا موافقين إن إحنا ننشر الصور أو لا. مهم جدا سواء كنا في حملة توعية أو غيرها يعني. تمام، خصوصا لو عملنا تصوير الأطفال يعني لازم نحتاج موافقة ولي الأمر وغيرها يعني. طيب أوكي جميل إن إحنا ركزنا على هذه النقطة، دليل إن إحنا مصحصحين يعني. أي سؤال في هذه المرحلة في تقرير النشاط؟ ما في سؤال؟ عفوا هو مو سؤال أستاذ عادل إذا تسمح، بس ألقى عندك بالضبط مثل هذه النموذج بس فارغ يعني ما بهاي الأشياء؟ بجيب لكم. هو الغريب أننا قبل ما نبدأ الجلسة اكتشفت أنه النماذج كلها موجودة إلا هذا لا. عندي موجود بس ببحث عنه وأرسل لكم على طول يعني 100%. شكرا عاشت الأيادي. في نموذج جاهز تستخدمه بالراحة. طيب بتأكد إيش اللي الآن إحنا مشاركينه. تمام. طيب لو حبينا إن إحنا نتكلم على تقارير جلسات التوعية مثلاً، فأنا بعمل عصف ذهني، ماذا يفترض أن يكون موجود في تقرير جلسة التوعية؟ نفترض إنه جلسة توعية لعدد 20 شخص. تمام، خلونا نفترض انه جلسه توعيه لعدد 20 شخص واحنا نفذناها، كيف نضمن للمانح ان احنا نفذناها ونعطيه تقرير يعني يشعر فيه بالرضا؟ شيلان قالت ورقه الحضور. تمام، احنا ممكن هذا. اوكي سجى قوائم الحضور. اوكي ايمان شيلان. أكيد قوائم الحضور نفس ما بيقولون زملاء وزميلاتي، وأوراق المستحقات يعني أجور النقل أو مثلاً أوراق الموافقة على التصوير، إضافة إلى أن الصور تعتبر من ضمن الأشياء الثبوتية. التقرير، أي فيديوهات ممكن تكون مصورة أو ممكن لقاءات ويا الأشخاص، هذه كلها تعتبر أشياء توثيقية للإنجاز. صحيح. إذن التقييمات القبلية والبعدية أو تقييم الورشة أيضاً. طبعا احنا في جلسات التوعيه جلسه تكون مدتها ساعتين ما بنعتبرهاش تدريب يعني، فما موضوع الاختبار القبلي والبعدي اكيد مش موجود في جلسات التوعيه. يعني ممكن نعمل تقييم ونسالهم لاحقا، بس عاده في جلسات التوعيه مستحيل نعمل اختبار قبلي وبعدي. احنا ممكن نعمل اختبار قبلي وبعدي في تدريب، والتدريب من اجل نسميه تدريب لازم ان يكون فترته تزيد عن 4 ساعات ونص. هذا الطبيعي يعني. طبعا احنا ممكن ناس يعملوا تدريب لمدة ساعتين ويسموه تدريب يعني، مثلا هذا التدريب لو مش 10 ساعات ما يعتبرش له قيمة كفاية. فعموما ممكن يعني من الأشياء اللي احنا متفقين عليها جميعا كشف المشاركين في الجلسات التوعية، ورغم انه على فكرة يعني في جلسات التوعية تعتبر حاجة صعبة يعني، صعبة إقناع المشاركين أو المشاركات في جلسة التوعية لكتابة أسمائهم. بعض الوقت يقولوا هي كلمتين جلسات يعني توعية لمدة ساعة وتحتاجوا تأخذوا أسماءنا وتحتاجون أن نوقع أن إحنا حضرنا وأنتم ما أعطيتوناش حاجة مثلا. فأحياناً إحنا نعطيهم ريفرشمنت، نعطيهم عصائر وماء وبسكويت أو ممكن أي نوع من أنواع الأكل الخفيف سناكس لو استطعنا توفيره، بيكون مهم جدا في جلسات التوعية. دكتور ممكن مداخلة؟ ايوه اكيد تفضل. احنا هنا في كربلاء تعرف احنا يعني طبيعة مدينة مقدسة، تعرف انت يعني كنت بالغابل وتعرف يعني.
أعرف أعرف أكيد بعض أعرف النساء يعني جدا صعوبة تأخذ رقم التليفون بالضبط. بس المشاركين يعني واجهنا هاي الصعوبة، بس حاولنا إنه مثلا نأخذ مسؤولة مثلا إمارات تجيب نساء وياها المسؤولات مثلا تكتب فكتبوا رقم واحد بقائمة المشاركين. هذه يعني هذا من احد المشاكل اللي واجهنا، هذه صعبه جدا جدا. ونفس الشيء الصور يعني ترفض رفض تماما، وحتى من شافت في اللغه الانجليزيه مثلا ترفض تكتب اسمها. يعني فمواجهه يعني كل هو لازم يعني. كل شيء لازم كل شيء يصل للمستفيد يكون باللغه العربيه، فهذه حرصوا عليها يعني. احنا لين تعتبر كمدينه مقدسه يعني شويه اكو بعض الاحراجات يعني، وخاصة المناطق نروح لها، احنا مناطق اغلبيتها ريف تتبع للريف يعني وبيها طباع عشائر يعني. انا متذكر جدا يعني، انا رحت كربلاء يمكن 4-5 مرات يعني، فاعرف التفاصيل. اهلا وسهلا. طيب لاحظوا مثلا في احنا الاشياء اللي اتفقنا عليها كلنا ان يكون عندنا ايش كشف المشاركين، ممكن احنا نعمل اللي هي ميم هذا اللي هو العدد، اسم المشاركة والمشاركة، العمر طبعا يفضل احنا نعمل العمر. ليش؟ ما ممكن يجاوبني على موضوع العمر، ورقم التلفون والتوقيع، هذا المطلوب دائما في كشف المشاركين. استاذ محمد ممكن تفضل مشان نعرف اذا كان انديكيتورز مثلا او تارجت لنساء رجال اطفال او بنات اولاد حتى نعرف نصنف العمر. صحيح، اوكي صح والله. طيب استاذ محمد. استاذ نفس كلام زميلتي، اذا كان عندنا تقسيم بالتارجت، اذا كانوا يعني فتيان فتيات رجال نساء، اذا نحتاج التفصيلات فلازم نذكر الاعمار. بالضبط. طبعا احنا لو احنا في دوله ثانيه مثلا في الدول الاجنبيه نفترض، بنضطر ان احنا نعمل حاجه اضافيه يعني، فقد نضطر ان احنا نعمل مثلا الجنس انه ذكر انثى او ميل فيميل او غيره. لماذا؟ لان عندهم الاسماء في تشابه لدرجه احيانا ما بتقدرش تعرف فقط من قراءه الاسم ان هذا رجل او امراه، فهذا يعمل لنا ربكه في نفس الشيء في الاحصائيه كم رجال وكم نساء، فعند ممكن تحصل هذا. طيب جولستان. استاذ كان همين عندي نفس الملاحظة، هو لازم يكون العمر موجود، لأن مرات يكون المشروع للمراهقين أو للكبار السن، فحتى نعرف المستفيدين يعني هم فعلا مراهقين أو كبار السن أو شنو. أيوة. مثلا الفئة العمرية صحيح، حتى نحسب للإيمان همين. بالضبط بالضبط. طيب أنور. أنور تفضل. طيب جولستان طبعا كان هي نفسها اللي تكلمت ولا أحد ثاني؟ هلو. هلا هلا استاذ. بخصوص العمر، هو حتى نضمن انه في بعض الاحيان يعني عدم مشاركه الاطفال، وايضا لازم تكون الفئه العمريه اللي تتلقى التدريب او الموضوع قريبه على بعض على مود الاستيعاب. صحيح. اذا ممتاز ممتاز جدا. طيب انا طبعا لو تلاحظوا انا مشيت على طول في تكرير جلسه التوعيه الى الكشف لان احنا اتفقنا عليه يعني، بس كمان لازم احنا نعمل تكرير بسيط. مهم جدا في جلسات التوعية تحطوا في بالكم أن تكرير جلسة التوعية هو عبارة عن one page report، عبارة عن تكرير من صفحة واحدة. من يتفق معي في هذا النقطة؟ متفقين على هذا النقطة كلنا؟ أوكي. كلنا متفقين على هذا النقطة تمام. طيب إحنا لما يكون جلسة توعية مدتها ساعتين 3 ساعات حتى 5 ساعات يعني، خلونا نقول الطبيعي في جلسة التوعية هي مدتها ساعة إلى ساعتين عشان نسميها جلسة توعية. إذا زادت
قد تتحول تدريب يعني. طيب جلسة التوعية بما أنه ساعتين نحن ما نحتاج نتكلم كثير دائما في تقرير جلسة التوعية. أيضا في بعض المشاريع بتكون في... تعرفوا حاجة أتذكر في 2010 نفذنا مشروع كم كان فيه جلسة توعية تتوقعوا؟ كم كان معنا جلسة توعية؟ 3000 جلسة توعية. فتخيلوا لو كنا نحتاج تقارير طويلة يعني. فبالخلاصة من أجل أن احنا نعتبر أن جلسة التوعية تمت بنضطر أن احنا نعمل one page report أو تقرير من صفحة واحدة وكشف المشاركين مرفق. في الصفحة الوحيدة بنكتب فيها اسم الجلسة يعني العنوان مثلا جلسة التوعية بغسل اليدين والنظافة الشخصية نفترض. مكان التنفيذ لازم نحدد قرية كذا مديرية كذا أو منطقة كذا مدينة كذا محافظة كذا يعتمد على يعني التقسيمات الإدارية في كل دولة. لازم نحدد عنوان الجلسة أو ما هو موضوع الجلسة التوعية. إحنا ممكن حتى هنا وموضوع ممكن حتى نعمل إضافة وموضوعها. فمثلا ما يكفيش إنه تقول لي اسم الجلسة بقول له جلسة توعية لمدة ساعتين، لا كلمني عن إيش نفذت وموضوعها. إذا جلسة توعية بغسل اليدين تمام. هذا مثلا أول فقرة. الفقرة الثانية قلنا المكان الرقم الجلسة. لاحظوا ليش أنا عملت رقم الجلسة؟ من أجل أنه أساعد الاستشاري الذي يرسلها المانح للتأكد من تنفيذنا للمشاريع أو حتى أنا لما أعمل مراجعة للجلسات أعرف تماماً أنه هذه الجلسة رقم 33 إذا كان عندي مثلاً في المشروع 200 جلسة توعية أو 20 حتى 20 جلسة توعية. مفروض أن هذا التقرير أعرف أنه للجلسة رقم 16 التي نفذناها في محافظة كذا أو في قرية كذا بعنوان كذا أو في موضوع كذا. فهذا نعمل لها رقم الجلسة. اسم المدرب أو الميسر أو الشخص الذي كان الموعي أو هو المثقف، صح؟ ممكن نقول المثقف، مش عارف هل هذا مناسب عندكم لو قلنا المثقف. ميسر هو سليتر. أنا عملت الميسر اللي هو في سليتر أو ممكن نقول الإدوكيتر، مش عارف إذا هي تنفع يعني. طب تنفع حسب طبيعة النشاط. هي تنفع حتى أحسن من كلمة مدرب لأنه صراحة كلمة أنا طبعا عملتها مدرب. ليش؟ لأني كنت أشعر أنه الميسر ربما ما يعبرش عن أنه شخص يعني. أحيانا الميسر يكون مفهوم أنه الشخص الذي يدسك وأدار الجلسة من ناحية التواصل مع المشاركين وكذا، قد يكون واحد آخر يعني. لكن الميسر احنا نقصده الشخص الذي ادار الجلسه من ناحيه كتوعيه. طيب احنا ممكن نخليها اسم الميسر او المثقف بتكون طريقه اوضح. تاريخ تنفيذ الجلسه مهم جدا نحدد متى، يوم كذا تاريخ كذا. فاحنا ممكن نقول مثلا يوم 2/4/2023 تمام. عدد المستفيدين هنا بعدين لما نعمل له تعبئه من الكشف هذا اللي اتفقنا عليه كلنا من كشف المشاركين. طيب فهذا بعدين نوزعهم كم رجال نساء كم اولاد بنات، لانه بعض الحملات ممكن يحضروها اولاد بنات رجال نساء اذا كانت عن التعليم او اهميه التعليم وغيره، او ممكن حاجه لها علاقه بالحمايه يعني. يعتمد على نوعيه الجلسه نفسها، ممكن تكون فقط للرجال ممكن تكون فقط للنساء. أغلب جلسات التوعية بتكون موزعة لأن التوعية النساء بتكون للنساء بشكل منفصل عن الرجال في بلداننا. وأحياناً ممكن يكون في جلسات معينة يعني أتذكر مثلاً ب2010 كنت أضطر يعني تطوعاً أعمل جلسات توعية للآباء والأمهات في مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة خصوصاً اللي عندهم مشاكل عقلية وهم ما زالوا أطفال يعني. دائما كنت اروح اجتمع مثلا بآبائهم وامهاتهم او اخواتهم واخواتهم، فبتكون جلسات مختلطه انت تجلس معهم وتتكلم معهم كيف يتعاملوا مع الفئه المستهدفه يعني. مثلا ممكن نتكلم عن تغذيه، كيف نتعامل مع تغذيه هذا المتضرر لهذا.
مش دائما نقدر نوصل لجوله النساء، ممكن تكون فيها جلسات مختلطه زي ما ذكرنا. وبعدين الاجمالي فقط عندنا اهم المواضيع التي تم التوعيه حولها، نذكر بشكل ملخص ما هي المواضيع التي تكلمنا عليها. يعني مثلا هذا كانت جلسه بغسل اليدين والنظافه الشخصيه، بنتكلم على انه قام في خلال جلسه التوعيه قام المثقف او الميسر باستعراض الطريقه الصحيحه لعمل غسل اليدين. مثلا ممكن نقول قام ميسر الجلسه بتوضيح اهميه غسل اليدين في الاوقات الحرجه. تم سؤال المشاركين والمشاركات عن الأوقات الحرجة وتعريفهم بها. بعد ذلك تم عمل نشاط توظيفي للطريقة مثلا الصحيحة لغسل اليدين باستخدام الماء والصابون من قبل الميسر. تم عمل نشاط أوكي. تم دعوة مثلا ثلاثة مشاركين للقيام بغسل اليدين والتعليق على الطريقة مثلا. انا قاعد بس افكر يعني الخلاصة ان احنا بنشرح انه ما مثلا ممكن نقول اهم الرسائل التوعوية التي يعني تم نقلها للمشاركين كانت ممكن اعمل واحد كذا وكذا وكذا، اثنين كذا وهكذا. ممكن نذكر مثلا ممكن يعني نحدد مثلا اكثر من اشياء. خلاصة الكلام ان لا نزيد عن صفحة واحدة من التقرير كامل. اسم كاتب التقرير والوظيفة. لاحظوا مثلا احنا ممكن نطلب من كل ميسر او كل مثقف ان يقوم بكتابة التقرير، بس انا لو انا مسؤول متابعة والتقييم انا يهمني الشخص الذي ينفذ النشاط في الميدان والذي نسق له هو الذي يكتب التقرير او يسلمني التقرير. انا المسؤول عنه هو الشخص الذي نسق للفعالية، يكون موجود ووظيفته. وهنا عندنا كشف المشاركين وأمورنا في السليم. إيش عملت؟ أحوال الشكل نزل الجدول. طيب هو الخلاصة، هذا هو التقرير جلسة التوعية. أظن أعطيناها وقت أكثر مما يجب، فممكن إحنا أنا بقفلها، أقفل الصفحة وأعمل لكم مشاركة لأنه في أكيد إنه بنرسل لكم هذه الأدوات كلها. بس أحب أرسلها لكم الآن. أوكي. تقرير شهري. لحظة، تقرير جلسة توعية. تمام. لاحظوا عندما إحنا نعطيكم نماذج أو نستعرضها، إحنا بنعطيكم نماذج هي مش يعني the best يعني خلونا نقول، بس إحنا نحاول إنه لازم أهم أشياء تكون متوفرة، تكون يعني لازم نعرضها. كمان يعني يعتمد على إبداعكم. أنتم ممكن تأخذوا النموذج، أنا أرسلتكم الآن تقرير جلسة التوعية، ممكن تعيدوا يعني تصميمه بطريقة ألوان مناسبة، تحطوا شعارات منظمتكم، ممكن تضيفوا شيء أنا يمكن أقبلته أنتم متعودين تعملوا، تبدلوا تعدلوا فيها بطريقة المناسبة وتعتمدوها ويكون نموذج جميل عندكم في المنظمة. علي كريم، أستاذ علي، أنا حطيت الآن النموذج جلسة التوعية. بالنسبة لتقرير النشاط برسل لكم النموذج، إما ألاقيها الآن اللي هو مضبوط أو إني بطلع لكم وأرسلها أكيد يعني.
طيب الآن بجيب لكم واحدة من اللي هو تقرير النزول الميداني. أنا عارف أنه ممكن تكونوا تقارير النزول الميدانية أو المتابعة الميدانية الفيلد فيزيتس، حطيتها لكم في الشات تقرير الفيلد فيزيتس. فأنا ممكن بشكل سريع نستعرض ماذا يمكن أن نقوم به في تقارير الزيارات الميدانية أو النزول الميداني. لاحظوا في أي نزول ميداني أول شيء لازم نوثق كل نزول ميداني، ما فيش معانا أي مجال أن احنا نطنش هذا النقطة. أي نزول ميداني ينفذه مدير المنظمة أو مدير المشروع أو مدير برامج المنظمة أو حتى أي حد من قيادة المنظمة هو يعتبر نزول ميداني، لازم يتم توثيقها، ولازم مسؤول متابعة التقييم يحرص أنه يوثق هذا التقرير ويتأكد أنه موجود، وحتى لو اضطر يعمله بنفسه في حالة المدير المنظمة مشغول يجهزه هو ويطلب منه ما هي المشاهدات ويسجلها ويستكمل التقرير. فعادة النزول الميداني هي فعليا أنا أعتبرها إذا تكلمنا بشكل احترافي هو عبارة عن ديزاين. تقرير النزول الميداني هو عبارة عن خطة النزول وعبارة عن ماذا وجدنا في النزول الميداني. فإذا احنا إذا حبينا نعمل تقارير احترافية لازم تظهر، لاحظوا مثلا معلومات المشروع، المكان والزمان أكيد، يعني مكان النزول الميداني أو الزيارة الميدانية، متى كانت تاريخ الزيارة، مهم جدا من أجل أن احنا لازم تاريخ في بداية كل تقرير وإلا يعتبر مش سمارت. طيب أهداف الزيارة الميدانية، أهداف الزيارة الميدانية لماذا أصلاً قررنا نعمل نزول ميداني؟ مثلاً قد يكون الزيارة الميدانية هدفها تأسيس آلية الشكاوى والتغذية الراجعة، قد يكون مقابلة المستفيدين والتأكد من معرفتهم بآلية الشكاوى والتغذية الراجعة، ممكن تكون عبارة عن لقاءات مع المستفيدين ولقاءات فريق المشروع وحضور بعض الفعاليات، ممكن التنسيق لأي شيء معين. فمهم جدا متابعة جودة تنفيذ مثلا الخدمات في المركز الصحي أو في مركز المجتمعي في حالة المشروع حماية وهكذا. وبعدها لاحظوا الآن هذا الكلام معلومات المشروع، مكان والزمان، أهداف الزيارة الميدانية، ممكن يكون فيها في أهداف الزيارة الميدانية هو عبارة عن برنامج يكون في اليوم الفلاني بنعمل 1-2-3، اليوم الفلاني يوم بنعمل 1-2-3، اليوم الفلاني لو كانت 3 أيام أو أكثر. مفروض أن احنا نحدد ماذا سنقوم به كل يوم، هذا الجزء لازم يتم قبل النزول الميداني، نعطيه بعدين هذا الجزء نسلمه لمن؟ للمدير المشروع للموافقة عليه أو لمدير البرامج أو حتى المدير المنظمة يوافق عليه. إذا قال أوكي إذا لازم تنفذ هذا وهذا مهم، بعدين احنا ننفذ الزيارة ونبدأ نعمل خلاصة للمشكلات التي وجدناها، ما هي الحلول المقترحة، قد تكون مثلا نسجل مشاهداتنا الميدانية، نعمل جدول بسيط للمشكلات وهي الحلول المقترحة. بعدها يفضل نعمل مرفقات، صور من الميدان، أي شكاوى أو مقترحات أو آراء جمعناها من الجهات الأطراف المعنية من السلطات من المستفيدين أو المستفيدات، نحطها جزء من المرفقات أو من الخلاصات اللي للتقرير. يعني بهذه الطريقة بنشعر بالرضا. وكمان خلوني أنا أفتح الشكل، أنا طبعاً أرسلتها لكم، هل وجدتوا؟ أكدوا لي أنكم استلمتوا. استلمنا أستاذ. تمام ممتاز. إذن تقرير الزيارات الميدانية إحنا ممكن نسميه نزول ميداني أو الزيارة من أجل خلونا قد تكون في مصطلحات مختلفة من دولة إلى دولة. الزيارة الميدانية، Field Visit Report. تمام. طيب في هذا النوع من الأشياء لاحظوا بتلاقوا أنا عامل أنه مثلا صفحتين. أنا دائما أنصح أنه في تقارير الزيارة الميدانية يفضل أن لا تزيد عن 3 صفحات أو صفحتين، لأن إحنا قادرين نعملها خلاصة. لماذا نكتب تقارير 10؟ أنا شفت تقارير زيارة ميدانية كأني تقرير نهاية المشروع، موضوع يتحول هدك. يعني حتى المراجع أو حتى إحنا كإدارة المنظمة أو إدارة المشروع بنكون حاسين بملل إننا أعمل مراجعة
لتقرير بهذا الحجم. في تقرير الزيارة الميدانية قلنا الجزء الأول مفروض لاحظوا في الصفحة الأولى المفروض أنه يكون موجود من قبل النزول الميداني. مفروض مسؤول متابعة التقييم يأخذ المعلومات الأساسية، يعمل اسم ورمز المشروع حسب الموجود في الاتفاقية، من هو المانح، وين مكان النزول الميداني، تاريخ تنفيذ النزول الميداني، أهداف الزيارة الميدانية يعني التأكد من تفعيل آلية الشفاء والتغذية الراجعة، متابعة صرف الأدوية والتأكد من أنها تصرف مجاناً، لأنه أحياناً يكون عندنا مساعدات ونكتشف أنها تصرف بفلوس للمستفيدين، لقاءات مع اللجان المجتمعية والقيادات المحلية عن المستفيدين، هذه أمثلة طبعاً، متابعة جدول عمل المرافق الصحية التي يدعمها المشروع. بعدين اسم كاتب التقرير والوظيفة اللي هو مفروض فلان بن فلان أو فلان بن فلان، الوظيفة مثلا مسؤولة متابعة التقييم، مسؤولة متابعة التقييم، مدير مشروع، أشياء ثانية. وبعدها لاحظوا نعمل برنامج النزول الميداني. برنامج النزول الميداني مثلا 3 مايو كذا الساعة كذا نعمل لقاء مع اللجان المجتمعية في قرية كذا، المشاركين ممكن يكون مع 5 من أعضاء اللجان المجتمعية. يوم بنفس اليوم الساعة 11 بنعمل لقاءات عشوائية مع المستفيدين والمستفيدات في المرافق الصحية، 3 مستفيدين 3 مستفيدات. بنفس اليوم الساعة 11 مع الفريق الطبي في المركز الصحي الرئيسي بالمديرية ونتكلم عليهم بوجود مدير الصحة وغيره. لاحظوا هذا كله كلام حقيقي يعني. هذا من تقرير كنا زمان نعمله في 2018. أنا تفاجأت إن في اسم اسم المدير الصحة. أوكي. تمام. هنا مثلاً نتكلم على اليوم التالي بنعمل فتح لصناديق الشكاوى التي عملناها في المراكز الصحية ونعمل لها فرز وتوثيق ونتأكد ما هي الإجابات اللي ممكن نرد على المستفيدين منها أو الذين اشتكوا وهكذا، ونفس الشيء نقوم بتوثيقها يعني. ومن ممكن يكون معنا أثناء فتح الصندوق؟ مدير المركز الصحي ورئيس الفريق الطبي الذي احنا وظفناه في المركز. ساعة واحدة ممكن نعمل مراجعة كشف المستفيدين، الإحصائيات ونتأكد من المستفيدين، نوعية الأدوية اللي يطلبوها وغيرها مثلا، كلها بحسب المشاريع طبعا. وبعدها هذا الكلام لاحظوا احنا عملناه مثل الخطة قبل ما ننزل ميدانيا. بعدها يوافق المفروض مثلا المسؤول المباشر يوافق على هذا البرنامج، وقتها فقط نبدأ نعمل ايش، نعمل نبدأ ننزل للميدان. اوكي، هذا لو في اي مشكلة انتم بعدين بتعدلوها. اوكي تمام. هنا في المشاهدة الميدانية نعمل عدة فقرات يعني عن المشاهدات، الأشياء اللي سمعناها من المستفيدين والمستفيدات، عن الأشياء اللي ممكن سمعناها من مدراء الإدارات في المراكز الحكومية الذي لهم علاقة بالمشروع وهكذا. بنعمل بعدين جدول خلاصة بالمشاكل والمقترحات، ما هي التحديات التي تم التعرف عليها في الزيارة الميدانية، أي اقتراحات أو إجراءات مناسبة للحل إذا إحنا نفذناها تلقائياً، ونكتب أنه الاقتراحات كذا وكذا وقد تم التعامل معها في الميدان، أو أنه نقترحها للموافقة عليها قبل البدء بتنفيذها. بعدها ممكن إحنا نعمل من الذي أعد التقرير الذي نزل الميدان، بعدين من المسؤول المباشر سواء استشاري متابعة التقييم أو ممكن يكون مدير المشروع، يعتمد ممكن يكون مدير المتابعة والتقييم. أوكي. مدير مثلا ممكن يكون مدير إدارة المتابعة والتقييم بالمنظمة، أو ممكن يكون فقط مدير المشروع، وهكذا يختلف من المنظمة الأخرى، فأكيد في اختلافات. وبعدها مدير المشروع أو البرنامج أو حتى مدير المنظمة أو من كان يعني. الاسم التاريخ التوقيع بيكون هذا هو التقرير الأنسب إن إحنا نستخدم. نفس الشيء أتمنى إن أنتم تشتغلوا عليها، تعدلوها، تحطوا شعارات منظمتكم، تعملوا إعادة تنسيق للجداول، الألوان يعني تحولوه بشكل يعني مميز.
ايوه انا ما ارسلت لكم الباوربوينت حتى الان، برسل لكم برسل لكم مادة اليوم اللي هي إعداد تقارير المشروع. مش عارف، لا دائما لازم يتم إكفال المستند وإلا يرفض الشات، يعني على طول ما بيظهر. تمام، إعداد تقارير المشروع إرسال. تأكدوا أنه وصل الباوربوينت. كوريستان تفضلي. أستاذ، كان بس عندي سؤال، هو رمز المشروع لازم نكتبه بكل تقارير الميدانية وتقارير الجلسات؟ بس اسم شو اسم المشروع وإيش؟ رمز المشروع. أشوفوا الفكرة الآن، كل ما عملنا هذه التفاصيل، كل ما أعطينا الأوديتور ما أعطيناش أي فرصة يفكر إن إحنا أخذنا تقارير من مشروع سابق وحطينا في مشروع حال، ما عملناش أي مغالطات، إحنا مركزين يعني. فإذا حبينا نظهر كمحترفين، فالمفروض أنه لا، أنا ما يعني مستوعب تماماً هذا التقرير يتبع إيش من مشروع، يتبع حتى رقم إيش من نشاط في الخطة أو في خطة المتابعة والتقييم أو كذا. كل ما عملناها كانت تأكيد أكبر أن إحنا مركزين جداً. أستاذ شكراً. لا طيب، هو طبعا المفروض ان احنا مخلصين الان، فما باخذش وقت اكثر. اهم النقاط اللي كنا نحتاج نوضحها اليوم موجوده. فقط لو تلاحظوا في التقرير النصفي والنهائي للمشاريع، فقط ما بدخلكم في تفاصيل اكثر، لانه فعليا بنفس الطريقه، اسم المشروع والبدء والانتهاء، خلاصه انجاز الانشطه مع التعليقات، ما هل تمت، كم نسبه الانجاز، واذا في يعني شارك توضيحات، جدول تحقق المؤشرات، كم إيش كانت المؤشرات، كل مؤشر كم كان التارجت، كم وصلنا، وكم نسبة الإنجاز في كل مؤشر، ونفس الشيء في الإنفاق، نحتاج إن إحنا نعمل كم كانت الميزانية، البنود كم صرفنا، كم تبقت، التحديات وأي حلول أو صعوبات أو واجهناها وكيف عملنا لها من حلول. إذا عندنا دروس مستفادة لازم تكون في التقارير النهائية الدروس المستفادة، بيكون معنا أحيانا قصص نجاح ممكن نضيفها، ممكن يكون عندنا مرفقات، ممكن تكون حتى معنا الصور مرفقات، جميع وسائل التحقق والتقارير بتكون عبارة عن مرفقات. يعني تقارير الأنشطة كلها قد يطلبها المانح جزء من مرفقات للتقرير النهائي للمشروع، بس كخلاصة هي حاجة متكررة. أنا أعتبر دائما أن التقرير الشهري هو التمرين الذي لازم نعمله كل شهر لضمان أن احنا نقدر نعمل التقرير النصفي والنهائي. أعتبر أنا دائماً التقرير الشهري هو نفس التقرير النهائي، كلما كان في خلاصات للأنشطة ونسبة الإنجاز، خلاصات المؤشرات، نسبة الإنجاز، خلاصات الإنفاق ونسبة الإنجاز، التحديات أو المخاطر وكيف تعاملنا معها، دروس مستفادة وأي أشياء، هي حاجة روتينية مع صور ومرفقات وغيرها. أتمنى أنه هذا كفاية. أي ملاحظة قبل ما نحاول أن احنا نقفل جلسة اليوم؟ أكيد منكم شافوا هذا الزمان أوف ساين، هذا أحد مشهور في السوشيال ميديا لدرجة أني أصبحت ساين. شكرا جزيلا للجميع. أنا برسل لكم، أيوة برسل لكم رابط تسجيل. شكرا جزيلا أستاذ، ممنونين من عندك. أتمنى أنه كان في فائدة. مش عارف أنا، لأنه أنا دائماً أنفذ التدريبات، بعض الوقت أشعر أن التدريب عبارة عن روتين وما فيش معلومة جديدة، فهذا الشيء يخليني لا أحب دائماً أسمع المشاركة من أجل أبقى دائماً محفز. فأنا برسل لكم رابط التسجيل لليوم، بس أتأكد. أوكي، شكرا جزيلا كل طيب حدث، يعني كل مستفادين من الجلسات مالتك ومن التدريب مالتك. شكرا جزيلا. يسلم ويسلم والله. طيب ممكن بس اتاكد انه
من كشف الحضور بتأكد فقط. أيوة هذا الجوجل فورم. أيوة فبليز حاولوا كمان تعبوا هذا الفورم وإن شاء الله أنه تكون كل الأمور في خير. هذا حطيت لكم الرابط للتسجيل اليوم. وطبعا أنا بعمل تذكير كمان للناس اللي شاركوا معي في كتابة المقترحات، حاولوا تشتغلوا على كتابة مقترحاتكم السابقة لأن إحنا ما أعطيناكمش الشهادات إلى الآن، فبليز اشتغلوا عليها. يعني كمان شكل يبدو أن أنا بضطر معكم جلسة ساعتين هكذا لاحقا يعني. فعموما الرابط موجود، أتمنى أن تكون عليه كليك قبل ما أقفل الرابط الزوم. وشكرا جزيلا، بقفل الآن الأقل شريكوري.